بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مجددا في برنامجنا أحلامنا الجميلة. هنستكمل حوارنا قبل ما نبدأ رسائلنا، في إن الحلقة اللي فاتت كان أول يوم العيد كنت معاكم على الهواء، وكنا بنتكلم إن في ناس مش يعني ما عندهاش نسبة اقتناع إن بالأحلام أو الرؤى أو ما شابه ذلك، لكن لا، إحنا بنحاول نقنع الناس دي مش من هوى نفسنا، ولكن بالقرآن الكريم وبن السنة النبوية. زي بسم الله الرحمن الرحيم في سورة يونس آية 64 بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم ولهم البشرى في الحياة الدنيا. أهل التفسير توصلوا أن البشرى ديت هي الرؤية الصالحة الصادقة. إذا القرآن الكريم مأكد لي أن في رؤية الناس بتشوفها، والرؤية دي من عند الله سبحانه وتعالى. طب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: ذهبت النبوة وبكيت المبشرات. قالوا: طيب ما هي المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤية الصالحة الصادقة الذي يراها الشخص لنفسه أو يراها له غيره. يعني ايه ذهبت النبوه بقى وبكت المبشرات؟ طب ما ماشي، المبشرات يعني في رؤيه صالحه وصادقه. طيب النبوه جت لايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بعث الانبياء والرسل عشان ايه؟ عشان يكونوا مبشرين ومنذرين. اذا تكاد برضو الرؤيه ان تكون هي مبشره او منذره او منبهه او ما شابه ذلك، زي ما اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت. اذا احنا ما فيش اختلاف على ان في رؤيه وفي تفسير. والله لو ما في الرؤى دي في حياتنا لكنا عشنا تعساء. ازاي؟ يعني انا مثلا، وبيجي لي ناس كتير ومن امثالهم انا اقرب الناس، يعني لما اكون في مشكله او في عندي هموم او عندي ما شابه ذلك، وربنا سبحانه وتعالى بيوريني في المنام ان الصبر بس الفرج اتي، بيقوم ينزل السكينه في صدري وتنزل الهدوء عليا، واقول الحمد لله ان ربنا فاكرني وان ربنا بيعطيني البشرة ان طيب اتصال ونكمل كلام. شيماء، السلام عليكم يا شيماء. عليكم السلام. ايوه لو سمحت، انا حلمتي حلمين. اتفضلي يا شيماء. حلمتي ان زي ما يكون نازل عليا حاجه زي نزيف كده، وانا اقول لجوزي الحقني الحقني ان نزل عليا حاجه بيني عولد، قال زي ما اكون ان انا حامل، بس نزلوا مني قطتين صغيرين. بس كده يا شيماء؟ تاني حلم. ده حلم اولاني. طيب ما الحلم ده معناها ان انت عندك مشكله يا شيماء في حياتك. تمام شيماء؟ ما عنديش اولاد بس. لا، ما هي دي تعتبر عندك أولاد. انت مشكله في حياتك، هي دي ممكن تكون مشكلتك. تمام، نزول الدم عليك كده معنى ذلك ان هو الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى هيفرج عنك الهم. سامعاني يا شيماء؟ ما نزول الدم من عليك وانت بتقول لجوزك ده انا بين انا حامل، معنى انك حامل معنى ذلك ان انت شايله هم. طب نزول الدم ده معنى ذلك مش حلم التاني بقى؟ نزول فرج يعني. حلمت ان انا بشتري ده. وانا ايه، انا بشتري ده والراجل بيقول لي هنزل الذهب من تاني، قال معايا خاتم زياده. طيب يا شيماء، انقطع الاتصال معاكي وانا هحاول ان شاء الله بامر الله اعبر لك الجزء اللي انت قلتيه. احنا قلنا في الاول ان انت بتقول بينزل عليا دم، وان انت بتقول جوزك انا باين ان انا حامل، معنى ذلك ان انت عندك مشكله في حياتك او عندك شيء شايله همه. فان شاء الله بامر الله ان نزول الدم ده معناها فرج، او نزول الخنقه اللي عندك او الحاجه اللي مضايقاكي الحمد لله هتزول. طب انت بتشتري ذهب وعندك ذهب وعندك خاتم تاني، معنى ذلك ان ربنا سبحانه وتعالى هيرزقك بالذريه، بس بالصبر شويه، عايزه صبر في ذريه، بس لازم بقى مشوار بقى لدكاتره وعلاجات وحاجات زي كده، لازم من الامور دي يا شيماء، والله اعلى واعلم. نكمل كلامنا وحوارنا عن الرؤيه، والرؤيه هي من عند الله سبحانه وتعالى. وقلنا احنا في يعني قلنا لما الانسان بيشوف الرؤيه ربنا سبحانه وتعالى بيبشره او بيسعده او بيفرج عنه بشيء، حتى لو الانسان ما هوش عنده هم والله، وربنا سبحانه وتعالى بيديله البشره ان في خير هيأتيك حتى لو مش عنده الهم، حتى الانسان بيسعد بيها. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بيبقى قاعد وسط الصحابه كان دايما يقول لهم: من منكم رأى رؤيا اليوم فليقصها علي حتى افسرها له او اقولها له. شوف يعني لدرجه ايه كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مهتم بالرؤى، لدرجه ان هي يعني بتسعدنا، شيء بيدينا سعاده في الحياه، شيء بيدينا امل، ده الشيء الوحيد اللي من عند الله سبحانه وتعالى بيبشرنا بالحاجات الكويسه اللي ممكن تاتينا. طيب في ناس بتقول لك ده علم خرافه، طيب في ناس تقول لك لا ده علم بيطلع على الغيب، لا يا عم تفسير ايه ورؤيه ايه، لا مش عارف كلام من هذا القبيل. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى في سوره سيدنا يوسف قال: وعلمناك من تاويل الاحاديث. تأويل الأحاديث ده علم ولا مش علم؟ ده ربنا سبحانه وتعالى اللي قال: يا جماعة وعلمناك من تأويل الأحاديث، يعني ده علم، وتأويل الحديث ده علم.
زي ما ربنا سبحانه وتعالى برضو يعني في قالوا ان نحن نزلنا الذكر وانا لا الحافظون. طبعا اهل التفسير توصلوا ان هو فعلا اللي هو الكتاب الكريم، ولكن في بعض الاخرين من التفسير قالوا ان نحن نزلنا الذكر وانا لا الحافظون، هو بيدل على القران الكريم فعلا وده حقيقي، لكن في مشتقات زي ربنا سبحانه وتعالى اهل لكل واحد علم، يعني كل خلق لما ييسر له ربنا سبحانه وتعالى جعل علم الطب جعل له ناس معينين، مش كل الناس بتفهم في الطب، جعل علم الفلك مش كل الناس بتعرف علم الفلك، علم تاويل الاحاديث ده ملكه من عند الله سبحانه وتعالى بيعطيها لعباده مش لاي حد من الناس. انا جالي مره اتصال واحده بتقول لي انا شفت منام وفتحت النت وقعدت على النت وقعدت اشوف وتعبت جدا والله يا استاذه فاتن من اللي قريته، طب ومش عارفه واتضايقت واتخنقت. طب قلت لها طب اتفضلي احكي حلمك، فلما حكت الحلم فالحمد لله بفضل الله بفضل الله طيب يسرنا وفسرنا لها الرؤيه، فكانت الرؤيه بالنسبه لها سعيده وكانت جميله جدا. فقلنا لها يا جماعه مش معنى انك تخش على النت او انك تقرا في تفسير الاحلام يبقى انت عرفت تفسر حلمك، لا والله ده ربنا سبحانه وتعالى بيعطي الملكه للناس المعينين. يعني حتى انت لو هتقرا في التفسير، كان ايام التفسير كان في توك توك ان الناس تركبه، طب ما هو ربنا سبحانه وتعالى بيفتح احنا على اهل العلم او بيفتح بالملكه اللي مديها على عباده بالحاجات التاويلات دي والتفسير دي، مش معنى ان انا احلم حلم اقوم افتح النت الصبح واقعد استقرا ده هو ده ممكن التفسير، لا طبعا والله. فحتى وفي ناس كمان تقوم تشوف الرؤية او تحلم وتقول مع نفسها لا ده انا ده ممكن يحصل لي كذا ومن كذا، لا برضو لازم توصل لاهل العلم، الا اذا انت شفت الرؤية وقمت مرتاح نفسيا قمت سعيد بيها ده بقى خلاص من عند الله سبحانه وتعالى مبشرك ان هي جميلة ان انت حسيت بها احساس. طيب هل الرؤية عندي ديت احنا خلاص اثبتنا ان الرؤية من عند الله سبحانه وتعالى والرؤية موجودة ولا جدال ولا نقاش فيها وقضي الامر، الرؤية موجودة من عند الله بالاحاديث النبوية وبالايات القرآنية وما فيش اختلاف فيها. طيب في ناس تقول هل السحر مرتبط بالرؤية؟ طبعا السحر مرتبط بالرؤية. ازاي السحر مرتبط بالرؤية؟ ربنا سبحانه وتعالى لما بيكون الانسان مسحور، وده طبعا السحر اتوجد في القرآن الكريم أكثر من مرة وكلنا عارفين كده، طبعا احنا مش لسه أول مرة هنشرح في القرآن الكريم أو نتصفح القرآن، لا كلنا عارفين القرآن الكريم وكلنا عارفين إن هو بيتحدث عن السحر فيه. حتى يا رب السحر حتى لو بالنظرة، ده الحسد سحر، ده لو واحد بص عليك كده وبص، لا سحر في حد ذاتها. طيب مرتبط إزاي السحر في الرؤى؟ طيب في ناس وناس بتيجي كتير على فكرة ليا على التليفونات والحاجات دي بتقول أحلام ومن خلال الحلم بنعرف ان في سحر، في يعني سحر مسخر، عمل مسخر ان في جان يضايقك، وكمان بيدل لنا ان في مس شيطاني والمس اتذكر في القران. تمام؟ طيب في ايه تاني يدلنا على ان في سحر؟ حتى ابن سيرين في كتابه في تأويلاته كان يقول دايما ان الانسان اللي يشوف دايما هدومه على طول كل ما يمسكها تتقطع او تتمزق او تتفتت يبقى ده في سحر. طيب هل ان انا لو اي واحده هتجيني تقول لي انا حلمت ان هدومي تتقطع وكام ده يبقى هو سحر؟ لا، لازم يبقى في سياق المنام، لازم في سياق الرؤيه في النهايه بيدلني او بيعرفني ان في سحر احنا بنعرفها كمعبرين او مفسرين احلام من سياق الحلم. طيب طيب ايه تاني؟ قال لك النزيف الدم، النزيف الدموي، ولكن مش بالطريقه اللي قالت لنا شيماء الصبح مثلا، احنا جانا تليفون وسبحان الله جانا وبدون اي تخطيطات ان هي قرات ان في دم، لكن هنا بيختلف، لكن بيختلف ان ما هياش سحر، لكن في احلام بتدل لنا اذا نزل الدم بطريقه معينه وبقيت احداث الرؤيه بتدل ان في سحر. طب اذا اتتنا حيوانات مفترسه ولها تاويلها، طب لو جاتني بطريقه ثانيه بيدل ان عندي في سحر في الحلم. وناس كتير وناس كتير عرفت يعني ما بتحكي لنا الاحلام وبتقول وبنشوف بطريقه معينه الاحلام ديت بنعرف ان في هنا سحر او في مس شيطاني. ومش معنى ذلك ان احنا نقول نلجا للناس لا للشعوذه ما شابه ذلك، لا ده في ناس متخصصه لاهل ذلك، ناس متخصصه للفك وبعد السحر ده بالقران الكريم، وهي مش هتعمل لك شيء، ده هي هتدلك على الطريق الصح عشان ما نتجهش للطريق الخطا ونغضب الله سبحانه وتعالى. لا في ناس متخصصة بالقرآن وبأهل العلم ده طبعا، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكل منا ربنا سبحانه وتعالى مديله علم ومديله علم في شيء، فنسأل الناس اللي صاحبة العلم. معانا اتصال، مين معانا؟ أمت الله. أمت الله، السلام عليكم يا أمت الله. وعليكم السلام، زي حضرتك؟ الحمد لله تمام. لو سمحتي كنت عندي ثلاث أحلام عايزة أسمع في التلفزيون. اتفضل. أول حلم أنا شفت إن جارتي قابلتني وبتقول لي ابني كان تعبان ووديته للدكتور، وبعدين وصفت لي الدكتور ده وقالت لي ان هو عند بيت واحده اسمها حاجه صلاح كده، ولقيت نفسي رحت للدكتور دوت، وبعدين لقيته دكتور انف واذن، وبعدين قال لي تعالى اكشف عليك، فقلت له هجي لك وقت تاني، قال لي بس تعالي، فلقيته شال حاجه من ودني اليمين وحاجه من ودني الشمال.
حاجه من ودنك اليمين وحاجه من ودني الشمال. ودن الشمال. وبعديها انا قمت كده لقيت في نفسي، بس محدش قالها لي في الحلم، قمت لقيت في نفسي ان الدكتور ده حد قايل لي ان هو اسمه بشرة خير. ما هي بشرة خير فعلا، كون اللي شال من ودانك ده يا امة الله يبقى فيه بشرة. طب يا امة الله انت رايحه لدكتور، لو سمحت اقول الاحلام التانية ممكن؟ عشان طب خد ده بسرعه واخد لك التنين في التلفزيون. طيب تمام. كون ان انت رايحه لدكتور انت عندك مشكله او بتعاني من شيء في حياتك. ايوه تمام. وكون ان خاص بالدكتور الانف والاذن، معنى ذلك ان الشيخ ده الدكتور ده او المشكله اللي عندك دي خاصه بكرامتك. ايوه تمام. طيب أيوة. هو شال لك حاجات من اذنك، انت سمحت كلام عن كرامتك وكلام عنك، معلش اسالك قوي يا امه الله. ايوه تمام. فكون ان شال لك الحمد لله الامور هتتصلح معاكي، والكلام اللي انت سمحتيه ده هيتشال من عندك، وهتثبت براءتك او هيتثبت عليك الكلام اللي هو عكس اللي انقال عليكي ان شاء الله، وانت بريئه بالفعل ان شاء الله. ان شاء الله بامر الله. فدي بشره خير فعلا ان أيوة. الامور اللي عندك دي كلها تتحل وكرامتك هترجع تاني ان شاء الله. يعني كلمه بشره خير دي لو ما اتقالتليش في الحلم تبقى هي فعلا اللي انا قمت لقيتها في نفسي. حتى لو ما اتقالتلكيش يا اما طلنا بشره خير، الحلم مبين ان أيوة. ان انت عندك معلش اهانه في كرامتك، والاهانه دي ان شاء الله بامر الله هتتشال. ايوه. طب حضرتك انا والدي متوفي وكان ليا حلمين كده، كنت عايزه اعرف يعني معناهم، عايزه اعرف هو عايز مني ايه يعني. اول حاجه ان الدولاب بتاعي في اوضه النوم بتاعي في الدولاب فيه حاجه مكسوره فعلا، فشفت انه جاي لي هو واحد صاحبه اسمه جمال وقاعدين في الاوضه عندي وبيصلح ليا في الدولاب دوت، فعايزه اعرف هو عايز مني حاجه يعني. انت متزوجه يا امه الله؟ لا. انت انسه؟ ايوه. الدولاب ديت حياتك ومشاكلك. أيوة. تمام. وكون ان هو مكسور يبقى عندك مشكله مضايقاكي قوي. أيوة. وكون المتوفي وواحد كمان بيصلحه لك يبقى ربنا سبحانه وتعالى هيصلح لك الامور بدون تدخل منك ان شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى هيحل الازمه اللي عندك دي والازمه نفسيه، بس ان شاء الله ما دام بيصلحه في الدرب يبقى هيصلحه في امرك بامر إن شاء الله. الله ان شاء الله. ايه الحلم الثالث يا امه الله؟ الحلم الثالث ان انا في حضرتك واحد شخص انا حد عرفني عليه في مكان كان بيخلصت شغل، فحلمت ان والدي جاي بيقول لي ايه رايك فيه بالاسم كده، فبعدين قلت له هو اتمني ما قابلتوش بقالي كتير، فقلت له هو لسه فاكرني يا بابا، وبعدين لقيته بقول له هو منين؟ قال لي مش عارف، بس هو كويس واهله مش كويسين. وبعدين قمت لقيت في المطبخ في فار، فرحت قلت له يا بابا تعالى موت الفار اللي في المطبخ ده، انتهى على كده. طيب ما دام قال لك ان في شخص جاي لك، زي ما انا سمعت احكي لك حلمت عشان ابقى اتاكد ان انا سمعت صح، والدك بيقول لك ان في حد جاي لك والشخص ده كويس؟ لا هو بيقول لي ايه رايك في فلان؟ في فلان اسمه ايه؟ ما قالكيش اسمه في المنام؟ نعم. ما قالش اسمي يا امه الله في المنام؟ هو قال لي اسمه وانا عارفاه. اسمه طب بيدل على خير؟ بلاش لو انت مش عايزه تسمع. اسم من الصحابه. اسم من احد الصحابه. طب الحمد لله بيدل على خير، وبيقول لك اتكل على الله يعني ووافق عليه ولا لا؟ هو ما قاليش اتكل على، انا هو قال لي ايه رايك فيه؟ ايه رايك فيه؟ وبعد كده لقيت انتفار في الحمام. فلقيته في المطبخ. فلقيته فقلت له بابا هو لسه فاكرني؟ على اساس ان انا ما قابلتش الشخص ده من فتره يعني. الشخص ده هيعوض الكلام فيه تاني، في كلام هيتفتح فيه تاني، ما دام المتوفي جه وقال لك ايه رايك يبقى انت هينطلب رايك فيه. كلام الموت حق. كون ان انت لقيت ان هو قال لي اهله هو كويس واهله، اصل انا بفكر في النقطه دي ممكن تكون حديث نفس؟ لا ما دام انت شفتي، لا ما دام جالك متوفي غير حديث النفس، حديث النفس ده ما تبقي انت بينك وبين نفسك وانت يعني سبحان الله بتسنعي حلم نفسك اصلا عشان تسعدي نفسك بيه، انما جالك متوفي لا ده انت روحك قبل تروحه، فين الحديث النفس في كده؟ ده انت لما نمتي النومه اللي احنا بننامها اسمها موته صغرى، فاوتوماتيك الروح بتخرج من الجسد، فدام قابلتي متوفي يبقى اوتوماتيك روحك خرجت منك في قبلته. وما دام قال لك كده فهو ان شاء الله بامر اللي هيعود الكلام فيه وهينطلب رايك في الشخص ده فعلا هو بعينه زي ما قال لك، لان كلام الموتى حق. طب انت لقيت الفقر في الحمام في المطبخ، الفقر ده معناه امراه فاسقه معلش في المطبخ وبتحاول تعطلك امور في حياتك بتعطلك، بس انت حاسه ان هي بتعطلك الامور دي يعني سحر والكلام ده؟ لا مش سحر، الفقر هنا مش سحر، لا الفقر هنا معناه امراه فاسقه بتعمل لك مشاكل، ومشاكل في اكل عيشك. انت موظفه؟ لا. بتعمل لك خلاص، هي احنا قلنا امراه فاسقه وما دام في المطبخ يبقى بتعمل لك قلق في حياتك. ايوه. انت عارفاها عشان تبقى عارفه. وحاولتي فعلا انك تتخلصي منها او تبعدي عنها او تخصميها او تفارقيها. يعني عامله لي مشاكل يعني. وانت عارفه. انت عارفاها. عارفاها. طب ومعناها الفار ان هو ان انا بقول له يموته، معناها ان انا معناها انك بتموتيه على ذلك ان انت مش هتعرفيها تاني او هتعرفيه تاني خلاص، يعني ان انا هخلص منها هتفصلي هتفصلي معاه وهتبعدي عنه، وده الطريق الصح عشان تبقى عارفه. طيب متشكره قوي على ذوقك، لان انا يعني حضرتك شجعتيني ان اكلمك للمره الثانيه. انت اما طلبت بتاعت انا؟ لا. طيب ماشي ماشي يا اما الله، شكرا على اتصالك يا حبيبتي، ربنا يوفقك يا اما الله، شكرا على اتصالك. نوره، السلام عليكم يا نوره. نورة
نورة. ماشي خلاص، انقطع الاتصال مع نورة. شكرا يا نورة. طيب احنا وصلنا لحد ان احنا قلنا ان السحر مرتبط بالرؤية. يا جماعة يبقى احنا ما بنقولش كلام من هوا نفسنا، ده بالفعل انا بالفعل جات لي ناس وحصل ولقينا فعلا الكلام ده، وبقيت اسالهم عن حاجات بتخص في حياتهم يقول اه ده بيحصل، يبقى ده مس شيطاني مش اي حاجة. حتى مثلا لو واحد شاف جان في المنام يبقى هو جان؟ لا ما هوش جان، ما يمسش هنا السحر ولا يمسش ان انت معمول لك عمل، لا. طب معانا رشا، نشوف رشا. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن اقول لحضرتك على حاجه؟ اتفضلي يا رشا، بس اعلي صوتك شويه. طيب انا عندي اب لسه ميت قريب، الله يرحمه حبيبتي. فشفت ان انا امي جايه من، يعني جايه كانت خارجه وراجعه من بره، وهي راجعه انا يعني في الدور الثالث في البيت، وفي الدور الثاني عندنا ست قريبتنا وساكنه اسمها ليلى. فحلمت ان ليلى دي بتنده عليا بتقولي الحقي امك الحقي امك، ان امي تعبانه ومش قادره تطلع السلم. فبصيت عليها لقيت امي يعني ظهرها محني وطلع السلم بصعوبه خالص وبالعافيه لغايه لما وصلت عند بيت ليلى دي. وبعدين قلت لها طب انا اعمل ايه؟ ما هو بابا قال لها اركبي التوك توك، وهي ما رضيتش. وبعدين شفت بقى في بيتنا اللي هو يعني ده مش بيتنا في الحقيقه، بس هو في الحلم كان بيتنا، كان بيت واسع وكبير، وعندي مرات عم اسمها سعاد كانت جايه يعني رجعت من السفر علينا، ومعاها بنتين اسمهم نوسة وساحر بنات مش متجوزين. وماما يعني وصلت بقى البيت وطلبت مني اني اعمل لهم اغلي لهم ميه عشان اعمل بيها شاي. فقلت لها خليني اعمل لهم اكل الاول، قالت لي لا اعمل لهم شاي الاول. فشفت نفسي بحط البراد على النار عشان اغلي الميه. وبعدين شفت اخي ليا يعني بيتكلم بكلام مش مفهوم بصريخ كده ومش مفهوم منه جمله مفيده، ولقيته بيتهجم عليا اكنه عايز يضربني. فانا بعدت عنه وقلت له بص انت كان عندك اخت اسمها رشا وماتت بس كده. طيب بصي يا رشا، اولا النزول وان انت في الدور الثالث ووالدتك تحت وعايزه تطلع وبتطلع بصعوبه، مع ذلك ان انت الحمد لله في مكانه كويسه تمام. وصعود ام والدتك السلم بصعوبه، والدتك تعبانه صحيا؟ لا تعبانه نفسيا. تعبانه نفسيا خلاص، عشان وانت... انا ابويا لسه ميت قريب وهي شالت هم كتير بقى. لا ده هي كمان يا عيني معلش، غير اي حد فينا الزوجة بيتوفي بتبص للحياه وبتشد ازرها عشان تقوى جنب اولادها، لكن والدتك معلش تعبت نفسيا قوي. انت الوحيده اللي هتقفي جنبها تمام، وهتساعديها وطلعتها السلم ووصلتها الليله وقابلته سعاد، ان الحمد لله بامر الله بامرك انت يا رب، ان المشكله اللي عند والدتك النفسيه دي مع مرور الايام ووقوفك جنبها انت هتبقى واقفه جنبها هتعدي الازمه اللي هي فيها، والسعاده هتنتابكوا تاني لانك شفت سعاد. طب انت شفت اخوكي بعد كده بيعمل لك مشاكل؟ تمام. هو بعد كده هيظهر لك اعداء عشان تبقى عارفه. هيظهر لي ايه؟ هيظهر لك اعداء. اعداء ممكن تخص الورث. حد تاني غير اخويا؟ مش اخوكي، مش اخوكي اللي هيعاديكي، لا حد تاني هيتدخل، لان اخوك هنا مش معناه الاخ اللي بيعاديكي، لا هو فيها المشكله هتحصل وعداوه هتحصل، بس ممكن تكون على ورث والله اعلى واعلم. هو الورث بيني وبين اخوات مش بيني وبين حد تاني. ما انا بقول لك هتحصل العداوه والله اعلم بقى، يعني يمكن في التقسيمه مش هتتراضوا حاجات زي كده. ما هي دي المشكله اللي هتظهر لك. ويعني ايه ان انا وانت ده انت هتفاجئي. هو ضربني وانا بعدت عنه قلت له خلاص يعني خلاص انا مش هرد عليك، بس اعتبر ان عندك اخت اسمها رشا ماتت. طب ما انت كده هتحصل خصومات ومنازعات بسبب الورث ده. بصي يا رشا، ممكن يكون الحلم ده كمان على فكره تنبيه ليكي. ازاي تنبيه ليكي؟ يعني انتوا المفروض لما تيجي تقسموا بما يرضي الله، تقعدوا مع بعضكم بما يرضي الله وتعملوا الصح عشان ما تحصلش مشاكل وتحصل منازعات. اصل بعد ما انت خد بالك مش هتكلموا في الورث دلوقتي خالص، لا بعد والدتك ما ترتاح نفسيا وتنتبكوا سعاده هتبتدوا تتكلموا في الموضوع ده. الموضوع ده هيخلق لك مشكله، هيخلق. وبعدين ده انت مش هتتوقعي المشكله دي اصلا، مش هتتوقعي انك ما توقعتيش ان الكلام ده يحصل من اخوكي او ان اخوكي يسالك، فاللي انت هتشوفيه من الناس معلش مش هتتوقعيه منهم والله اعلى واعلى. شكرا يا رشا على اتصالك. ندى، السلام عليكم يا ندى. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ الحمد لله. ازيك يا ندى؟ الحمد لله. خير رأيتي يا حبيبتي ان شاء الله. عندي 3 احلام صغيرين. ماشي اتفضلي. اول حلم اختي الكبيره حلمت ان جوزها رايح يحارب. رايح يحج؟ يحارب. فهي اتضايقت قوي ان هو رايح يحارب وكده، وهي مش مخلفه. فشافت ان هي معاها ولد وبنت كبار سن 10 سنين. هم كمان خايفين على جوزها يعني وكده، ومضايقين ان هو رايح يحارب. فبتقول لهم ايه يعني؟ هو انا متجوزه دكتور وانا متجوزه ضابط، المهم المفروض ان هو يروح يحارب. فهو بيقول لها حضري لي بقى الكتاب اللي فيه معلومات عن البلد دي.
فبعدين دخل احنا بنكون دخلنا ننظف لها الشقه، فدخلنا البلكونه، هي البلكونه ما فيهاش نجفه بس الحلم كان فيها نجفه، احنا كنا بننظفها لها، فنزل منها عنكبوت كبير ودخل الشقه، فهي قالت له هو الحيوان نزل منها عنكبوت وكده. بعدين بقى ينظف لها نجفه اوضه النوم، وبقى ينزل منها عنكبوت كتير برضه، وهو عادي يموتها لها. فبعدين ايه الجمله الاخيره ايه دي يا ندى؟ بابا بعد كده دخل ينضف لها نجفة أوضة النوم، نزل منها عنكبوت كتير، هو بقى بابا يموت لها العنكبوت دي. تمام. فبعدين بتقول لنا هو ده مش وقت تنظيف، انا عايز احضر له الشنطة، ده الشنطة دي لوحدها هم كبير. فبابا قال لها خلاص هاتي احضرها له، احضرها معاكي يعني؟ قالت له لا. فراحت شايلة الرطب من على بدلته اللي هي الحقيقية بتاعت دلوقتي، وحطت له رطب جديدة زي يكون ترقيه يعني. لجوزها ولا لباباكي؟ لا لجوزها، جوزها ظابط. شالت له الرتب بتاعته في المنام. في المنام شالت له الرتب بتاعته اللي هي بتاعت الحقيقه، وحطت له رتب جديده كانها ترقيه يعني. بس فبابا قال لها طب انا اعمل معاكي حاجه يعني او كده؟ قالت لا بس بديني طول الاسبكيه اجيب له الكتاب اللي هو طلبه. ده اول حاجه. خلاص. طب بصي يا ندى، كون ان اختك شافت جوزها ان هو رايح يحارب، ده معناه في التاويل جهاد، تمام؟ وهو معلش بيقول لها انا هتزوج عشان انجب، هو عايز اولاد، تمام؟ ودي عامله لها مشكله في حياتها. طيب انت بعد كده ما قال لها الموضوع ده وقال لها انا هتجوز عشان خاطر الولاد مش عشان خاطر اختك مش كويسه معاه ولا حاجه، لا المشكله اللي بينهم ان هو عايز ينجب، يحارب معناه يجاهد، والجهاد معناه الجري على الابناء، وهو نفسه في ابناء فعلا. طيب بعد كده انت رحت نظفت لها شقتها، تمام؟ معنى ذلك ان انتوا بتحاولوا تحلوا المشكله، انتوا اهل والدك ووالدتك واخواتك لو ليك اخوات كبار بيتدخلوا ويحلوا المشكله معاهم. طب انتوا رحتوا البيت عشان تنضفوا لقيتوا عنكبوت كتير. في ايه في القران قال الله تعالى ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت. انتوا حاسين ان بيت اختكم ده ممكن يعني معلش يعني في ثانيه كده ينهد. كلكم عندكم الاحساس ده بل يقين، تمام؟ ان عندكم ان الموضوع ده كده لانه اوهن البيوت. طيب بعد كده انت باباك دخل وبدا يموت في العنكبوت ده، صح؟ ايوه صح. تمام، ان الحمد لله بوالدك الوحيد اللي هيقدر يحل المشكله مع بنتك ومع اختك وزوجها ان شاء الله. طب هي شلت الرتب القديمه والرتب الجديده حطيتها، الحمد لله هيحصل تغيير في حياتهم، والله اعلم ممكن يعني اللي هيحصل ايه، ان اختك هترضي زوجها. طب هترضي ايه؟ يمكن الله الله سبحانه وتعالى يعني يرزقها بالاولاد يا رب ويرضيها، لان خلاص يا مدام شالت الرتب وحطت غيرها، واختك اللي حطتها بايدها والرتب دي عاليه، مع ذلك ان امورهم هتصفى تاني وهترجع زي الاول واحسن، وربنا سبحانه وتعالى يرزقها الاولاد والبنات. الولد والبنت اللي هم سن 10 سنين دي المشكله وحلها، يعني انتوا عندكم المشكله قائمه بالفعل، ولكن في حل فيها. اما انتوا ماشيين في الحل، ما انتوا ساكتين، ما انتوا سايبين اختكم، باباك مش سايبها، لا واقف جنبها الحمد لله بيحل لها مشكلها مشكلتها، وهتنحل ان شاء الله بامر الله وهتنتهي على خير يا رب. طيب الحلم التاني، صاحب بابا حلم ان هو ما كانش يعرف ان في مشاكل، حلم ان اوضه النوم عندها في حريقه، وفي حيطه واحده داخل فيها كرسي ما فيهوش حريقه، فبابا قال له بص ده معناه ان هم عملوا لهم عمل. قال لا الكرسي مخبوط في الحيطه، صح؟ كرسي ما داخل جوه حيطه معينه. بس مش واصل حريقه، الكرسي ده الوحيد اللي ما فيهوش حريقه. لا هو قال هو قال ده في كده معمول لهم عمل في الحلم برضه. لا لا هنا مش هنا ما فيش سحر ولا حاجه، بس يكون ان في حريقه، في فتنه في بيت اختك، كلام من قال كتير، والفتنه دي تكاد تكون منين بقى؟ من ناس ثانيه ما بتخلفش، لا نجوزك عشان تخلف. طب ما الصبر يا جماعه، طب ما في دكاتره، في الايمان بالله، في الدعاء لله سبحانه وتعالى، والدعاء غلب القدر. يعني ربنا سبحانه وتعالى، يعني واحده اتت سيدنا موسى وقالت لي يا موسى ادعي الله، ادعي ربك، ما انت بكلم الله، ادعي ربك يا موسى ان انجب. فسيدنا موسى ذهب لله سبحانه وتعالى وقال له يا ربي اجعلها تنجب، فقال له اني خلقتها عقم يا موسى. فبعد فتره ست دي تنتها تدعي ربنا يا ربي يا حليم يا منان يا كريم، ودعت الله سبحانه وتعالى فحملت، فرآها سيدنا موسى فقال لها ازاي ده الله سبحانه وتعالى بلغني عنك ان انت عاقب يعني ما بتخلفيش. فذهب لرب وقال له يا رب ده انت قلت لي ان انت جعلتها عاقب، قال له دعتني يا موسى، دعتني يا موسى. اذا الدعاء غلب القدر، فيمكن الله يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني الجماعه اللي حوالينا اختك وجوزها مش صابرين، عاملين له فتنه في حياته. عاملين له فتنه، عاملين مش صابرين يا جماعه. الصبر والدعاء والتقرب الى الله سبحانه وتعالى، الدعاء غلب القدر، تمام؟ هي دي النار اللي محطوطه في بيت اختك، النار دي فتنه عندك، لكن كون الكرسي اللي دخل في الحيطه ده معناها ان في كلام حد بيكلم جوزها في الموضوع ده، لان الجدار زوجها
والكرسي اللي انحط في الحيطه ده كلام بيدخل على زوجها. كلام بيدخل له يا جماعه ان هو يعني لا ما ينفعش. بس خليكم واقفين جنبها وقفوا جنبها يحل المشكله، وخصوصا باباكي. كل اللي اقدر اقوله لك. حتى لو في فتنه، حتى لو في اي كلام بينقال، وقفوا جنبها، لان في النهايه ما دام هي شالت الرطب اللي عليه وحطت رطب جديده، معنى ذلك ان ربنا سبحانه وتعالى هيفتح لهم حياه جديده ثانيه، وربنا سبحانه وتعالى يرزقهم بالاولاد. يا ندى يا ريت تكون اختك سامعاني. ايه الانقطاع؟ الاتصال انقطع يا ندى. ما شكرا يا ندى على اتصالك. معنا منى. السلام عليكم يا منى. وعليكم السلام ورحمه الله. اخر حضرتك. الحمد لله. لو سمحت انا عايزه معايا كذا رؤيه بس قصيرين يعني. طب ماشي يا ندى. اول رؤيه ان انا شفت ان انا كنت مصليه على استخاره على شخص، يعني الشخص ده له محل، لقيت ان انا قاعده بين محلين، يعني المحل بتاع اليمين وانا المحل اللي هو يعتبر انا قاعده فيه في الوسط، والمحل التاني جنبي، يعني محل على يمين ومحل على شمالي وانا في الوسط. تمام. حلمت ان انا اشتريت ثلاث خصات وحزمة جرجير واحدة، فبقول للجاري اللي في الناحية الشمال بقول له خلي بالك من المحل عقبال ما اروح اجيب عيش. المهم فقعدت ادور على الحذاء بتاعي مش لاقيه، قعدت ادور ادور لقيت كرسي، والكرسي متغطي زي بكليم كده، وبعد كده فشلت الكليم عشان ادور على الحذاء، لقيت ثلاث احذية. حضرتك معايا؟ والله سامعك يا منى وسعيده بحلمك كمان. فالمهم لقيت الثلاث احذيه، حذاء بني وحذاء اسمر يعني بيلمع، والحذاء اللي انا بدور عليه. دي رؤيه. وشفت تاني في برضو على الشخص ده ان انا رايحه بقول له انت نهيت الموضوع ليه؟ فانا رايحه اشتري منه زي اللي هو الدقيق السميد بتاع البسبوسه ده، اداهوني في طبق صغير كده معجون فيه لبن. وفي رؤيه برضو ثالثه، قال هو الشخص بس بشكل مختلف واسمه أسامة برضو الشخص ده، فهي هو متزوج وعنده زوجة تانية، يعني الزوجة التانية قاعدة، أنا قاعدة معاه على ترابيزة وعمالة أقول له واضح إن في مشاكل، يقول لي خليكي قاعدة، واضح إن في مشاكل، لا لا خليكي قاعدة. وهي من كتر ما هي متضايقة مني أو حاسة إن هو متمسك بيا شالت النقاب عشان توري لي وشها إن هي شكلها إيه يعني. قال لقيت عبارة عن طبق فيه فتة وعليه قطعة لحمة واحدة، فأنا أخدت اللي وطيت على الطبق ده وشلت قطعة اللحمة وأكلتها. دخلت الحمام لقيت طبق كبير زي طبق الغسيل كله لحمة، فأنا عايزة أخد منه بس ما أخدش. غير كده إن ناس بقى عمالين إيه يعني أنبوه وأنت إزاي تسيبها وأنت وأنت وأنت. في رؤية تانية ممكن أقولها؟ لا استني يا منى، أنت كده هتلخبطيني، طب أمشي معاك واحدة واحدة. أنت بترص كل دول تسيبيني لوحدي ولا إيه؟ بص يا منى، أنت متزوجة؟ لا مش متزوجة. خلاص الشخص ده المفروض هيتقدم لك. لا مش متزوجة. الشخص اللي أنت صليتي عليه استخارة ده المفروض هيتقدم لك يا منى. تمام؟ طيب. الموضوع يعتبر اتقفل يعني. ما هو اتقفل في النهاية لأن الأحلام جاية بالترتيب. الاحلام هقولها لك بالترتيبها زي ما انت حكيتي لي يا منى، وفي النهايه فعلا حصلت مشاكل وحصل هموم وحصل نكد. بص يا منى، في الاول خالص اول ما عرفتك بالشخص ده، سامعاني يا منى ولا هتتابعيني من التلفزيون؟ يبقى هتتابعيني من التلفزيون. بص يا منى، في الاول خالص انت قابلت شفت الشخص ده وعرفت ان محلين على الجنب، معنى ذلك ان هو عنده ولدين او عنده من ابناء اثنين، تمام؟ وان انت شفت خص وثلاث خصات وجرجير وحاجات زي كده، ان الشخص اللي جاي لك ده فعلا مش لوحده، بس انت شايفه في الاول ان هو في خير وشايفه انه كويس قوي وشايفه انه ممكن يسعدك وشايفه انه ممكن يديك الخير كله، ده الخص والجرجير اللي انت شفتيه ده في الحلم الاولاني، ده كان في انت في نيتك حاسه كده، حاسه ان هو هيبقى خير ليكي. طب بعد كده الحلم اللي بعده اداك دقيق وعليه لبن ومخلوط باللبن والدقيق شويه صغيرين، انت شفت منه خير ولكن خير بسيط جدا جدا، يعني ممكن يكون معلش اشترى لك هديه، عزمك في شيء، حاجه زي كده يعني، اكلمك حتى في التليفون وغرم فلوس دي، بس حاجه بسيطه جدا هتاخدها من وراه. وكون ان الدقيق مخلوط باللبن ان حصلت مشكله وفي كلامك وفي الكلام الاول حصلت بدايه مشكله. طب انت بعد كده لقيتي فته ولقيتي لحمه، ده الفته ديت نكد وكلام كتير وحصل كلام كده لخبط الدنيا معاكم، ودخلت الحمام ولقيت اللحمه كتير في طبق غسيل، لا ده المشاكل كبرت كده بينك وبينه وكده، يعتبر وصلتي يعني في حاره سد زي ما بيقول يا منى، فكده يعني يعتبر الحلم مش يعني الراجل مش كويس، معلش سيبيه في حاله، شوف غير يعني استني غيره، ان شاء الله هيجيلك احسن منه. شكرا على اتصالك يا منى. ام عمر، السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك يا استاذ؟ الحمد لله خير. رأيتي يا ام عمر؟ لو سمحت انا عندي كام حلم ممكن اقولهم. اتفضلي انا معاكي يا ام عمر. انا حلمت اول امبارح، ان اول امبارح يعني صبت الصبح، حلمت ان القيامة هتقوم، وان في بلدنا ناس كتير كتير خالص متلميين، واحنا بالليل والناس خلاص بقى متلميين وبيستعدوا ان القيامة هتقوم بقى. فكان ان انا دخلت زي ما كان زي جراج كده، والناس بقى مبهدله بقى وخايفين ومتجمعين، وكل واحد ساب بيته، والناس سابت بيتها طلعت بره، وانا دخلت مكان زي جراج كان يعني هستحم عشان خاطر ايه خلاص بقى اتوضى وكده. فبطلع هدومه وبطل على الجراج مش عارفه اكسرهم من كتر الناس. فبقول لابني اقعد هنا يا ابني على ما اخلص واستغفر ربنا، انت ان شاء الله لما ربنا تقف قدام ربنا يا عمر، بقول له انا عايز ماما معايا. فبعدين قمت دخلت وغيرت وتوديت، فرحت عشان اصلي لقيت الناس كلها صلت السنه بتاع الفجر ومستنيين بقى يصلوا الفجر هيروحوا الجامع، فكانهم صلوا وانا رحت بقى لقيتهم صلوا. فانا جيت وقفت قدام جدار البيت كده وقفت عشان اصلي، فالناس كلها ماشيه عشان تروح الصلاه، فبيعدوا ويروحوا ويجوا كده، فالرجاله بيجوا يعدوا من عند قدام وانا بصلي احشهم بايديا احشهم بايديا، فواحد او اثنين عدوا. بعدين قلت بقى انا هروح بقى انا كده صليت السنه او التطوع اللي انا بصليه، وبعدين هروح بقى ايه اصلي الفجر معاهم. فرحت عشان ادور على ابني، فلقيت ابني جاي مجروح ودماغه، بقول لي الحقني يا ماما، فلقيته مجروح بدماغه وكان حد جرحه. فرحت لقيت كانها ست اجنبيه مش مصريه، كانها كانها هي اللي جرحته وعملت له حاجه في دماغه. فانا بقى رحت مسكت سكينه كبيره كده وقعدت اضرب فيها، اقول لها اعملي لابني العمليه، انت بتعملي فيدي كده حرام عليك، اعملي لابني العمليه. وقعدت اضرب فيها، هي مش فاضيه، والاخر قعدت اضرب فيها، فراحت ايه قالت خلاص هعملها له. فطلعت معلش مخه كده، فتحت دماغه وطلعت مخه ونط من ايديها كده بره، وكانها بتعمل العمليه، وكان ماسكه السكينه وعم بقول لها اعمل فيكي ايه يعني اموتك اعمل فيكي ايه، قالت كلي لحمي. قلت لها لا ده ربنا حرم علينا اكل اللحم والدم واكل الخنزير وسفك الدماء. قالت خلاص انا اعمل لك ايه، وكان بقى احنا مستعدين بقى، بقول ايه خلاص بقى الشمس هتطلع، بس هتطلع من الشمال وخلاص القيامه هتقوم دلوقتي. طب انت صليتي يا ام عمر الفجر؟ لا يومها ما كنت صليت الفجر صراحه. لا 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 في المنام في الرؤية. اه لا ما كانش بقى صليت، انا جيت عشان اروح نصلي لقيت ابني كده، فوقفت مع الست ديت اعمل كده. طيب بصي يا ام عمر، انت في ظلم واقع عليكي. انت مظلومه، جامد يعني. تمام؟ الحمد لله. لا انت باين عندك مشكله وانت مظلومه فيها، في ظلم. تمام؟ طب انت شفت القيامه، معنى ذلك ان في ظلم وقع في المكان ده، وربنا سبحانه وتعالى هيرفع عنك الظلم ده. لان القيامه معموله ليه؟ معموله ربنا سبحانه وتعالى لما خلقنا وعمل لنا القيامه عشان الحساب، عشان المظلوم ياخد ربنا سبحانه وتعالى يجيب له حقه، والظالم ياخد عقابه. فكونك تشوف القيامه في المنام معنى ذلك ان في ظلم وقع، وان الظلم ده صاحبه ان شاء الله بامر الله ربنا هيجيب له حقه. وكمان ايه، انت من النوع اللي بيأنب ضميرك على طول اول باول، انت من النوع اللي بتحس بنفسك اول باول، لا انا عملت كده النهارده، لا كده غلط، المفروض ما اعملش كده تاني، لا انا المفروض اطلع صدقه النهارده، انا المفروض اعمل كذا. تمام؟ طب صلاه الفجر اللي انت شفت الناس بتصليها، سامعاني يا ام عمر؟ هم راحوا الجامع عشان يصلوها، بس انا شفتهمش يصلوها، انا صليت صلوا السنه، ما صلوش الفجر. طيب في امر في حياتك انت عايزه تبدايه؟ لان صلاه الفجر بتدل على بدايه امر في حياتك. والله انا يعني في مشاكل شويه مع جوزي، فده بحب حابه ان انا نفسي يعني ان انا اسافر عنده وعايش معاه ونعيش حياه بعيد عن مشاكل ونهم هيحصل بس بعد شويه مشاكل. والله يا ام عمر معلش، هو صحيح ان شاء الله بامر ربنا هيلبي لك طلبك ده، بس شويه. تمام؟ طب انت شفت واحده يعني عورت ابنك او فتحت دماغه او حاجات زي كده، وانت بتقول لها خياطي؟ لا انت عندك مشكله كبيره، والمشكله كمان مش بس لوحدك، ده مشكلتك وكمان تخص جوزك. تمام؟ المشكلة كمان بتخص جوزك، وكمان ابنك ده أكتر واحد اتأثر بالظلم اللي وقع عليك يا أم عمر. تمام؟ شكرا على اتصالك وهكمل لك يا أم عمر. الظلم اللي عليك ده يا أم عمر وقع، وابنك ده أكتر واحد حاسس بيكي. تمام؟ وكون إن الست بتقول لك طب كلي من اللحم، لا أنت من النوع اللي مؤمن بالله سبحانه وتعالى وما بتغتبيش حد، يعني في ناس بتحسك على إنك تعملي الغلط، لكن أنت الحمد لله ما بتعملوش، مش غلط في الأخلاق، لا غلط إنك ترد ظلمك ده، ترد تدافع عنك بالمشكلة والظلم اللي عليك ده بظلم برضه، لكن أنت رافضة. وربنا سبحانه وتعالى يجيب لك حقك يا أم عمر، والله أعلى وأعلم. أعزائي المشاهدين، فاصل إن شاء الله ونواصل ونعود مرة أخرى.
نحن نتبنى قضايا المرأة، ندافع عنها، لا تأكلوا ميراثها، لا تسيئوا إليها، زوجة وبنت وأم وأخت وجارة، لا تضربوها، لا تهملوا تربية البنات، لا تسبوها، وفروا الحنان للأم والأخت والزوجة، احترموها، استشيروها، تحاوروا معها، لا تخوضوا في عرضها، إياكم والتحرش بها، اتقوا الله فيها، احموها واكسوها، أكرموها، اهتموا بالأرملة، اهتموا باليتيمة، ضع اللقمة في فم زوجتك، احضن ابنتك، قبل يد أمك، كن رفيقا مع أختك، لا يكرمها إلا كريم، ولا يهينها إلا لئيم. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم مجددا في برنامجنا أحلامنا الجميلة، ونستكمل حوارنا وفي انتظار تليفوناتكم إن شاء الله. وكنا بنتكلم على علاقة السحر بالرؤية، وعرفنا إن إحنا من خلال الرؤية إحنا بنعرف إن في سحر أو في مس شيطاني. طيب تاني قال إيه ابن سيرين تاني؟ قال لك طيب إذا أنت شفت معلش يعني في المنام كلب، الكلب ده في المنام له تأويل كتير، تأويلات مختلفة، ومنهم الخير ومنهم الشر، لكن إذا أتاني بصورة معينة وبشكل معين وبمحاربة معينة في المنام ده بيعتبر سحر. طب حتى بيقول لك الأسد إذا كان الأسد بيهاجمك هجوم معين أو من سياق الرؤية برضو بيبقى عدو مسلط. يعني إيه عدو مسلط؟ يعني جان مسخر إنه يضايقك. طب هل فعلا الجان يقدر يعمل لنا شيء في الجسد؟ يعمل ده بيجي، ده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك يجري في الدم. معانا مين؟ سلمى. السلام عليكم يا سلمى. سلمى الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خير رأيتي يا سلمى ان شاء الله يا حبيبتي. انا كان عندي ماما حلمت حلمين وعايزه اقول. ماشي يا سلمى، سامعاكي. ها خير، احكي يا سلمى. الحلم الاولاني انا معاكي براحتك خالص، استهدي كده بالله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. انا حلمت الاول قبلها ان انا كنت في الشارع انا وصاحبتي بتاع الصبح كده الساعه 8 7 وجم ناس قالوا لنا ان النهارده يوم القيامه، تمام، وقعدوا يجروا وجمعونا كده في اوضه وكنا كتير وبعدين راحوا قالوا لي ان انا اخش الجنه لان انا ما عملتش سيئات. فبعدين راحوا قاموا بيمسكوا الناس عشان يعذبوهم، اما بيقطعوا فروه راسهم، بيقطعوا الحته اللي فوق اللي هي بتاعت الشعر دي. فقطعوا لي الحته دي وانا ساعتها صحيت من الحلم على الخضر. قطع لك شعرك يا سلمى بتقولي ولا قطع لك ايه؟ فروة راسي كده من فوق ليه بتاعت الشعر. انت عندك كام سنة يا سلمى؟ انا عندي 13 سنة. 13 سنة. طب يا سلمى انت من النوع اللي ربنا سبحانه وتعالى عندك يقظه في الضمير شوية، كن انت ماشية انت وصاحبتك في شارع، مع ذلك ان صاحبتك دي مقربة ليكي او سرك معاها، تمام؟ مرتبطين انتوا ببعض شوية. طب انت سمعتي ان القيامة بتقوم، تمام؟ معنى ذلك ان انت بتحاسبي نفسك، يمكن لسه الحلم اللي كان قبليكي قال القيامه وقلنا ان القيامه دي في ظلم واقع، لكن ما اعتقدش في سنك ده يكون ظلم واقع عليكي، هو ممكن تكون انت بتحاسبي نفسك. سلمى سامعاني يا سلمى؟ انت من النوع اللي بيحاسب نفسك؟ انت من النوع اللي بتقول انا عملت كده غلط، لا انا المفروض اعمل كده، لا انا المفروض اسوي كده، من النوع اللي بيحاسب نفسك، تمام؟ طيب انت لقيتي واحده قصت شعرك او قصت فروه شعرك، معلش، في واحده هتقول لك كلام يضايقك وجدانيا، يضايقك في المشاعر، كلام مش على هواكي، مش على كيفك، كلام هيضايقك يا سلمى، والله اعلى واعلى. ايه تاني؟
الو. ايوه يا سلمى، انت سمعت التفسير؟ الو. ايوه يا سلمى، سامعاك والله، سامعاك يا سلمى. بس شالت الجلد بتاعي من فوق. جلد راسك، عارفه ده معناها ايه؟ جلد راسي بشعري كده. جلد راسك بشعرك. انت والدك عايش يا سلمى؟ سلمى. الحمد لله. والدك عايش، معلش هتحصل له مشكله يا سلمى شويه. ايوه يا سلمى. طيب ماشي، شكرا يا سلمى على اتصالك. على ما تجمع الاتصالات، لكن اذا شال في المنام شال جلد الراس مع فروه راسك، راسك هنا بتدل على ولي امرك، فما دام الراس اتشال بالجلد فمعلش هو هيحصل مشكله عند والدك شويه، هيحصل شويه نكد، انت مش هتقدر تعتمد على والدك فيهم، يعني ممكن المشكله اللي عند والدك او الشيء اللي هيحصل له هيلهي شويه عنك، فانت هتعتمد على نفسك. والله اعلى واعلم. ام اسلام، السلام عليكم يا ام اسلام. عليكم السلام ورحمه الله، ازيك يا استاذه؟ الحمد لله تمام. رأيت. انا شفت حماتي، هي متوفيه. شفتها قاعده على كنبه جميله جدا، الكنبه شكلها حلو قوي. وهي سمينه قوي غير طبيعتها، يعني هي ضخمه قوي لدرجه ان هي قاعده زي مجدوعه كده، ولابسه برضو نفس لبسها الاسود، بس فستان غالي جدا، يعني اكنه منقوش كده متطرز، شكله حلو قوي، ووشها اللهم بارك وشها محمر زي ما كانت لما في الحر، هي وشها يحمر كده. وقاعده مجدوعه كده على الكنبه دي وبتقول لي، انا ومفروض ان زوجي موجود في الرؤيه بس انا مش شايفاه يعني، فبتقول ليه ما قدمتوش في الحج السنه دي؟ بس بعديها قالت حاجه عن نفسها هي بخصوص الحج، بس انا مش فاكراه. تمام. بس تمام كده. تمام. بصي يا ام اسلام، اتفضلي. اولا انت حماتك دي راضيه عنك، ميته راضيه عنك، وانت كويسه جدا مع زوجك، تمام، وبترضيه، ما بتعملولهوش مشاكل، عشان كده حماتك راضيه عليكي. طب انت شفت حماتك قاعده على كنبه، معنى ذلك ان هي بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، يعني الله اكبر، هي في الجنه ان شاء الله، لان لما بتلاقي المتوفي قاعد على الارض اعرف ان هو في الجنه صحيح، ولكن ما دام شفتيه اصلا، ما دام شفت روحه يبقى هو روحه منعمه، لكن لما بتشوفيه على الارض يبقى في منطقه معينه من الجنه، واحنا طبعا احنا عارفين ان الجنه 7 مراحل، كون ان هي قاعده على كنبه هي في مرحله حلوه في الجنه ان شاء الله بامر الله. طب هي جات لك سمينه، معنى ذلك ان انت بتعبر لك هنا عن حياتك، ان انت ان شاء الله بامر الله هتزيدي في المال، في هبه هتجيلك، في مال هياتيكي، في غنيمه هتجيلك، في عزه هياتيكي. سامعاني يا ام اسلام؟ وكونها بتقول لك انت ما طلعتوش تحجوا، يعني ايه؟ بتحسكوا على الاهتمام باولادكم. بتحسكوا على الاهتمام باولادكم. لكن مش المقصد الحج نفسه. لا مش المقصد الحج نفسه. عشان احنا ما عملناش الفريضه فعلا. ايه؟ احنا ما عملناش الفريضه. فرضه الحج. طيب اذا 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 كانت، هقول لك بصي يا ام اسلام، هو في بيتاول لكلام الموتى، وفي كلام الموتى ساعات بيبقى حق. انا اولتها لك على ان الحج جهاد، والجهاد يعني الحج مشقه، وطبعا بتدل على جهادها في التاويل، والجهاد بيدل على انك تكافحي مع اولادك. طب اذا قالت لك حج يبقى ممكن يكون كلام الموتى حق، زي ما احنا قلنا كلام الموتى حق، ممكن تكون بتحسك على الحج. ايوه. او تحسك على ان انت تهتمي باولادك. ايوه. في كلتا الحالتين. وما دام انتوا في نيتكم اصلا الحج يبقى هي خلاص بتحسكوا على الحج. ايوه. ما دام في نيتكم. ايه تاني يا ام اسلام؟ جزاك الله خير. لا شكرا. ماشي، شكرا، شكرا على اتصالك يا ام اسلام. نكمل كلامنا. معانا هاجر. هاجر السلام عليكم. هاجر السلام عليكم. لا وطي التلفزيون. وطي التلفزيون يا هاجر. حضرتك انا بس عندي 3 أحلام صغيرين. طب قولي يا هاجر. بس مش وطيت التلفزيون بس عشان بسمع صوتي. شفتي؟ حاضر. اول حلم وعد صاحبتي حلمتهولي. حلمت ان انا ان هي ماشيين في طريق ومعانا تورته، بس التورته دي مش ما كانتش متذوقه، فاحنا رايحين للمكان بتاع محل الحلويات علشان تذوق التورته. المحل ده كان زحمه جدا وانا كنت شايلاها فوق كتافي. شايله مين؟ لقينا. نعم. شايله مين؟ شايله التورته ولا؟ لا انا شايله صاحبتي فوق كتفي. شايله صاحبتك. بس ف رحنا عشان نزوق التورته، المكان كان زحمه جدا المحل. وبعد كده في ناس كانت بتجري ورانا. ف نعم. بعد كده مشينا ركبنا ميكروباص، ف بس ما زوقناش التورته، والتورته بيضه كانت معانا.
والميكروباص ده برضه كان في ناس وكان في زحمه جدا. بعد كده كان في محل بتاع ساعات، كانت في ناس كتير قوي بتشتري الساعات دي، وصاحبتي ما كانش عاجبها الساعات، فلان كانت الناس كلها بتشتري نفس المنظر، فانا اخدت منهم ساعه وكانت حلوه قوي وكانت عجباني ولبستها. فصاحبتي بتقول لي هي شكلها مش حلو، فقلت لها لا انا عجباني، فقالت لي خلاص طب انا بشتري زيك. بس خلص الحلم على كده. احكي الحلم التاني. انت عندك كم سنه يا هاجر؟ انا عندي 20. 20. انت بتدوري على عمل او شغل؟ لا كنت. كنت بتدوري عليه؟ اه. وبطلتي؟ اه. طيب هو ده معنى الحلم، ان انت كنت بتدوري على عمل، ازاي؟ كون ان انت شايله صاحبتك على كتفك، او انت ماشيين في الاول الحته الجزء الاولاني ده خلاص اضغاث احلام ملوش تاويل، لكن الجزء اللي انت شايله صاحبتك على كتفك وماشيه بيها عشان تزوقي التورته او ما شابه ذلك، ان انت شايله هم نفسك، انت اللي بتسعى بنفسك على نفسك. تمام. وان انت عايزه تزوقي التورته، ان انت عايزه يبقى ليكي دخل خاص بيكي، عايزه يبقى ليكي مال يسعدك انت بتعبك بمجهودك. تمام. وكون ان انت ركبت العربيه ونزلت ولقيت ساعاتي، قالوا لك في العمل ده، قالوا لك طب عد علينا بعد فتره، يعني المساله كانت مساله وقت. تمام. ما دام انت اشتريت الساعه، اذا كنت انت مبلغه ناس بالسي في بتاعك للشركه او محل او حاجه زي كده انك عايزه عمل، ممكن يتصلوا بك ويعرفوك ان في عمل جاي لك ان شاء الله، او في شغل جاي لك ان شاء الله، ما دام اخذت الساعه ان شاء الله. التزام. الحلم الثاني ان انا كنت راكبه عربيه. والعربية دي كان معايا ناس، بس السواق تعب او مات حاجة زي كده، فالمهم الناس بقول لهم سوقوا احنا كده هنموت، فقالوا لي احنا ما بنعرفش نسوق. انا في الحقيقة برضك ما بعرفش اسوق، فالمهم انا طلعت قدام وكان معايا واحد اسمه احمد، فالمهم فضلت اعدي بالناس دي الطريق، وكان في عربي يعني زي عربيتين كده جايين قصاد بعض، وانا عديت منهم لغايه ما العربيه دي كان لونها سماوي كده، فلغايه ما عديت منهم وقابلتنا صعوبات كتير في الطريق، فلغايه انا مرسيت بالعربيه ووقفتها، فالناس قالت لي فين يشكروني يعني، بس انا كنت خايفه طول الطريق وانا ماشيه يعني. بس وكان معايا احمد ده بيقول لي كويس ان انت عملتي كده ورسيتي بالعربيه. طيب اللي كانوا راكبين معاكي في العربيه مين يا هاجر؟ إيه؟ مين اللي كانوا راكبين معاكي في العربيه في السياره؟ معرفهمش. الوحيد اللي عرفه اللي كان واحد اسمه احمد. تمام. بص يا هاجر، انت هتحصل لك مشكله في حياتك، معلش. تمام. هيحصل لك زي دروب كده، مشكله زي حاجه زي كده، هتعجزي انت عن حلها او هتعجزي عن الشيء فيها. تمام. انت هتبقي اضرب حالك. طب كون ان انت راكبه عربيه والعربيه عطلت، معنى ذلك ان انت حياتك كانت ماشيه كويس لحد ما حصل لك دروب كده في الحياه، او حصلت لك مشكله معينه في الحياه وقفتك عن السير، او وقفتك عن ان حياتك تستمر. طب كون ان انت سوقت العربيه بالناس، ان انت بقى هتشيلي هم الناس معاك، يعني انت حد هيرمي عليكي مسؤوليه. تمام. حد هيرمي عليكي حمل، في الاول انت هتفكري ان الحمل ده تقيل او الحمل ده مسؤوليه عاليه، لكن بعد كده ان شاء الله بامر الله هتقود العمليه وهتقود السياره، قودتك للسياره معنى ذلك ان انت هتحل المشكله الحمد لله بجداره. تمام. بجداره. ممكن حد يتصل عليك ويقول لك عمل وانت تفكري ان العمل ده صعب او تقيل في الاول او حاجه، لكن بعد كده انت هتبقى قدها وقدود يا هاجر. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. الحلم الثالث، حلمت ان كان في اسد. الناس كلها كانت خايفه منه. تمام. فضلت اطلع في بيوت واروح في بيوت وبداري الناس عشان الاسد ده ما يأذيهمش. تمام. فالمهم الناس كانوا خايفين، فقالوا لي لا انت انزلي شوفي الاسد ده مات ولا ما ماتش. الاسد ده كان عاوز يعضني، كان عاوز يهجم عليا. بس انا نزلت لقيت الاسد ده ميت. بعديها بفتره بردك حلمت ان انا بفتح باب اوضه ولقيت اسد ميت. يلا في داهيه، ميت ميت. بصي يا هاجر، كون ان انت شفت اسد، على فكره انت بتدافع عن الناس، انت من نوع انت بطله ولا ايه يا هاجر؟ انا ايه؟ انت بطله، انت من نوع اللي انت بتدافع عن الناس، انت واخده بالك؟ ايوه. طب بصي، كون ان انت في اسد في المكان والناس خايفه ومنه وحاجات زي كده، وانت اللي متصدره له، نفس الحلم اللي قبله، نفس التفسير، ان الناس هيحصل عندها مشكله وانت اللي هتقوم انت اللي هتحل المشكله للناس دي، او انت اللي هتقود الناس للصح، او انت هتشيل عن الناس دي اخطار. انت هتنحط على فكره في موقف يا هاجر، انت لسه ما انحطتيش فيه عشان تبقى عارفه الموقف ده ممكن يكون قدام، وبكره ان شاء الله مع مرور الايام هتفتكر التفسير اللي بقوله لك ده. انت هتنحط في موقف انك هتدافع عن الناس، وربنا سبحانه وتعالى هيعينك على الدفاع عنهم وهيقويك عليهم وهيهزم عدوك قدام. الحلم ده مش ليك دلوقتي، الحلم ده في المستقبل.
انت هتعملي عمل خير وهتنعرفي ان انت عملت عمل خير وان انت جاهدتي في شيء، حاربتي في شيء كده ودافعت عن حق، دافعت عن كلمه كويسه. يا تاني يا هاجر، الاسد الميت اللي انت شفتيه في الاوضه ده خلاص، ده بعد كده بعد ما انت بعد ما تعدي المرحله ديت اوتوماتيك لو ليك اي عدو في الحياه الحمد لله هينتهي ويروح من حياتك نهائي. يعني ده مش حاجه ضرر ليا الاسد ده؟ مش ضرر، لا مش ضرر ليكي، مش ضرر ليك خالص، بالعكس ده انت اسمك هيلمع في يوم من الايام في 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 عمل بطوله هتعمليه، عمل بطوله هتعمليه في حاجه كويسه انت هتعمليها، لان انت عندك اندفاعيه حلوه. طب معلش ممكن احكي لحضرتك حلم اخير؟ قولي يا هاجر. حلمت بوالدي الله يرحمه ان هو كان بيديني مصحف. بس والدك متوفي ولا عايش؟ متوفي. طيب هو يا ستي اولا بيحسك على التزام واستقامه الدين، والحمد لله انت مش معنى ذلك انك مش مستقيمه، لا الحمد لله انت مستقيمه، بس بيحسك الزياده او التمسك بيه. انت انسانه كويسه هاجر وليك مستقبل حلو، ومش بس انك هتعيشي عشان تتجوزي وتخلفي، لا ده انت هيبقى ليكي رساله، هيبقى ليكي شيء اسمى من كده للحياه، وهتعمليه وهتحققيه فعلا يا رب. هو انت هو صحيح انت هتنحط فيه كده غصب عنك، بس انت هتبقى قدها وقدود يا رب، وهتكوني صاحبه رساله ان شاء الله يا هاجر، وهتفتكري التفسير ده قدام ان شاء الله بامر الله. ان شاء الله الحمد لله ربنا يخليك. ايه تاني يا هاجر؟ شكرا لحضرتك. ماشي شكرا، شكرا يا هاجر على اتصالك، شكرا يا حبيبتي. طيب نواصل كلامنا. الظاهر اثناء كلامنا عن السحر وعن والربط السحر بالرؤى، ناس من السعوديه بعتت رساله دلوقتي او زي قصه بتاكد لي، يعني الناس لما سمعتنا تقريبا دلوقتي بصراحه يعني ناس بعتت القصه عشان تاكد تقول اه ده انت فعلا كلامكم صح، فهنحاول نحكي القصة ديت بسرعة. هي من محافظة ضباء في السعودية، بتقول ان كان في مجموعة عائلة كانت عايشة وبتعاني من الأمراض وبتعاني من الصحة النفسية السيئة، وكانت الزوجة لا تنجب، وكمان مين معانا؟ أم محمد. أيوة أم محمد، خير رأيتي حبيبتي إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. والله هم يعني انا هم رؤيتين، رؤية بتاعتي ورؤية بتاعت زوجي. تمام اتفضلي يا ام محمد. هو زوجي شال من يعني جدتي وهي جدته برضه قاعده في يعني في حته زي الارياف كده في بيتنا. تمام. يعني بيتنا القديم بيت عايشه بيتنا. الجده دي عايشه؟ لا ميته، ميته متوفي. يعني تمام. لا ميته هي وعماتي الاثنين يعني. وهو دخل عليهم لقاهم قاعدين في الارض وزي ايه قاعدين يعني في قاعدين على طبليه، وبعدين جاي يخرج هو راحت واحده من عماتي قالوا له ايه خد ابني انا الصغير اسمه احمد، قالت له خد احمد معاك. راحت ستي انا مشاوره له على حيطه كده في البيت، قالت له لا البيت ده تبنيه. البيت ده تبنيه. البيت يعني اللي هو القديم ده اللي هو بتاع جدي. شاورت له عليه لما عمتي قالوا له خد احمد واطلع بيه بره. راحت هي قالت لا هو اسمه ابراهيم، قالت لا ابراهيم يقعد انت هتبني البيت ده. صح جدا. هو احنا لينا ورث هناك. طيب صح يا محمد، هو في مشكله فعلا هناك. تمام، وفي ناس بتقول لزوجك بدل ما تهرب من المشكله لا حلها. جوزك عايز يا محمد مدام. أيوة. الجده قالت لجوزك خد الطفل ده وامشي، في ناس بتشير عليه انه عمتي اللي قالت له خد الولد ده واطلع بره. عمتك متوفيه ولا عايشه؟ لا عمتي الاثنين موجودين. موجودين. في حد بيقول له سيب المشكله زي ما هي كده وسيب الليله زي ما هي كده ما تحلش حاجه. تمام يعني. لكن لا، ربنا سبحانه وتعالى هيلهمه بناس مخلصين هيقولوا لا حاول تحل المشكله. ده كون ان جدتك بتقول له ابن البيت يعني عيد النظام، شيل حل المشكله. ابن البيت يعني حط قواعد اساسيه تحل المشاكل دي كلها. تمام يا محمد؟ ايوه. يعني بتقول له لا ما تهربش، الناس اللي بتقول له لا سيب المشكله كده وسيبك منها وسيبهم يعني يخبطوا راسهم زي ما بيقولوا كده، لكن لا الجده مش مبسوطه، لا بتقول له عيد تاني، يعني جوزك هو اللي المفروض يعمل قعده ويجيب الناس ويعملوا قعده ويحلوا المشكله ديت يا محمد. ايوه كله في ايد جوزك انت، جوزك اللي هيلم وهو اللي هيعمل الناس وهو اللي هيقوم بالموضوع ده. المفروض هو اللي يقوم بالموضوع ده يا ام محمد. طب وحته ابني ياخده؟ ابنك انت ياخده معاه؟ يعني عمته لما قالت له خد ابنك واطلع بره واحمد معنى ذلك ايه؟ معنى ذلك ابنه ايه في المنام ده؟ ابنه معناه هنا المشكله، مش بتستفسر ان هو ابنه، كون ان هو ابن المشكله قريبه منه جدا.
القريبه المشكله قريبه قوي، وكنا بتقول له خدها واخرج مع زيك، بتقول له كبر دماغك عن المشكله دي، ما تحلش حاجه، سيبهم كده، سيب الحال زي ما هو عليه كده. لكن لا، الحال ده ما رضاش الجد، فلا معناه ان هو لا، ما تسمحش اللي بينقال لك، واطلع وشوف كبارات البلد فين والناس الكبيره واعملوا قاعده وحلوا الامور بالراحه يا ام محمد. ده اللي مطلوب من جوزك، ده اللي مطلوب من جوزك. يا ريت يكون سامعني كمان. سامع حضرتك. طيب ماشي، يكون كويس بقى ان هو الرساله له هو مش ليك انت. هي دكتور، هي قالت له انت لازم تبني. لازم. هي شاورت له كده على البيت وقالت له انت لازم تبني. الحل في ايده هو، هو اللي قادر يجمعهم، هو اللي قادر يقول الكلمه في وسطهم. هو كبيرهم؟ هو يعني بعد عمي يعني معانا عمي خلاص. يبقى هو المفروض كبير اخواته. هو المفروض يقعد مع عمه وتقعدوا مع الناس كده وتجيبوا شيخ بلد او عمده وتحل الامر ده وما يسكتش. ودي رساله وجات له. والموتى كلامهم حق. يعني هم في دار الاخره في دار الحق، هم اعلم مننا واحنا في دار الباطل يا ام محمد. فيا ريت ينفذ، يعني ينفذ الرساله اللي وصلت له. ان شاء الله. طب ايه تاني يا ام محمد؟ الحلم التاني ان انا حلمت ان انا هنا في بيتي. وبعدين بصيت سمعت في الشارع زي دوشه كتير، فببص من الشارع لقيت زي الشارع عندي انا واسع شويه، فلقيت على الصفين زي انتريهات واوض نوم تحت، وفي عربيتين اللي هم زي نص نقل كده، فعليهم جمالين، الجمالين دول يعني واقفين وتحتيهم في زي تبن او الاكل اللي بياكلوه دوت، بس في شوال بيرفعوا الشوال هم ببقهم ويكبوا بيكبوا يعني في بقهم ياكلوا. فبعدين انا فبقول هم ازاي، وبعدين ايه ده، وايه اول مره شارع يبقى فيه كده، والجمالين دول جم منين اصلا، والجمل وانا خايفه منه، والجمل زي ايه، وانا بنادي على يعني اولادي يبصوا، ما عدا ابني الصغير ده ما رضيش يجي ويبص خالص. بقول له تعالى اوريك، تعالى بص الجمل ده، تعالى اوريك بص تحت في الشارع عندنا في ايه. قال والجمل زي اللي خلاص هيقرب من البلكونه عندنا. وعمال يفتح في بقه، قال ويرمي الاكل هو بايه ببقه بالشوال ويرميه وياكل. وجمالين كبار في العربيه. طيب وصحيت انا من النوم. بص يا ام محمد، مشكله الورث اللي عندكم ديت، في اتنين انتوا حاسين ان هم واخدين حقكم في الورث؟ نعم. مشكله الورث اللي عندكم ديت، انتوا حاسين ان في اتنين او في اتنين عندكم في مشكله الورث دول واخدين حقكم في الورث؟ ايوه. شخصين؟ ايوه. تمام. هم أيوة. الشخصين دول اللي واخدين، انت مشاهده الموقف من بعيد لكن مالكيش اي دور، انت ما تدخلتيش في كلام الورث نهائي، لكن هم الشخصين دول واكلين ورثكم فعلا، واخدينه بالحقيقه. انتوا مظلومين بقى، انتوا اللي مظلومين ام محمد. سامعاني؟ ايوه حضرتك. كون الجمالين بياكلوا في التبن ده المال، وكون ان هم بيفتحوا وبياخدوا، انتوا عارفين ان هم من قبل ما يفتحوا الورث وقبل ما يوزعوا بياخدوا من خيره. يعني المفروض ان انتوا بتقولوا في نفسكم لا، المفروض ما ياخدوش المال ده، المفروض نقعد ونقسم، ما ياخدوش منه بعد كده نبقى نقسم. الجمالين دول شخصين اقوياء، هم واخدين المال من عندكم، في مال بيتاخد من عندكم، وانت ما انتش راضيه عن كده. ايوه. فانا فسرته على اساس ان هو كون الورث اللي عندكم هم الشخصين دول اللي واخدين حقكم فيه. طب وانتوا ساكتين ليه بقى؟ ما تتكلموا، اتكلموا بالعقل يعني وبما يرضي الله، مش بالهجوم ولا حاجه، بالراحه، ما دام لكم حق يا بنتي. بس ده معناه يا ام محمد عشان تبقى عارفه، انت مشاهده الموقف من بعيد، انت ما بتتكلميش في الورث، ما مالكيش دعوه، انت شايفه وبتقولي لجوزك يا كذا ده هو بياخده من حقنا، انت بتقولي، لكن ما بتتدخليش في حل، وبتشوف الموقف بس كده ومتضايقه وزعلانه. ايه تاني يا ام محمد؟ لا مفيش حاجه تاني. هو ابني لما ما رضيش يبص الصغير ليه؟ ما رضيش ايه؟ ابني الصغير يعني اولادي التانيين بصوا معايا وقعدوا يتفرجوا، هو لما قلت له تعالى بص ما رضيش ابدا. عشان ابنائك الاثنين الكبار هم اللي متدخلين في المشكله معاكي، هم اللي عارفين ابنك الصغير هيعيا ايه؟ مش هيعيا شيء، مش هيعرف شيء، مش هيعي شيء. ابنائك الكبار هم اللي هيبقوا متفهمين الموقف معاكي. والله اعلى واعلم. شكرا على اتصالك يا ام محمد. نكمل الرساله اللي اتتنا من السعوديه بتحكي لنا القصه. طب نشوف ام محمود. الو. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم استاذه فاتن. عليكم السلام، ازيك يا ام محمود؟
لو سمحتي انا معايا احلام عايزه يعني احكيها لك، بس يا ريت ما يقطعوش عليا الخط. مش هنقطع، انا معاك واستعدت لك اهو. يلا احكي احكي. اول حلم ابني الكبير حلم انه خاله قال له روح هات اللي انا موصي عليه عند الجزار. فراح عند الجزار قال له اديني اللي خالي موصي عليه. فشاور له على ايه؟ بستله المونيوم. فلقيها مليانه المواسير وعظمه الكلام من ده يعني. فهو ايه شال البستله وجاي يمشي بيها، وهو شايل اخوه الصغير على كتافه، اخوه شاب يعني. فهو ماشي وقعت البستله على الارض، طلع منها ايه؟ خروف مشوي بقرون. بس فراح قال لخاله وقعت البستله طلع خروف مشوي بقرون. قال له ازاي يعني؟ بس وخلص. طيب ابنك وخاله اني اخوه ماشي على رجليه ايه؟ بدل ما كان ايه على كتافه، شايله على كتافه، شايله خروف ده في الارض كانه خروف مش محمر، كانه يعني مطبوخ جاهز بقرونه كله. والحلم الثاني. طب استني يا محمود، استني يا محمود، انا اقول لك ده بسرعه عشان مش هطول عليكي فيه. في مشروع بين اخوك وابنك، في مصلحه شغل. ابني يعني وقت التلفزيون في شغل بينهم، بس ازاي يعني؟ ابني مديله بيشغل له فلوسه لابني بس، يعني مش ليه هو، يعني ما انا عارفه هو العظم اللي ابنك جابه ده. تمام. طيب ده دي مصلحه عمل بين ابنك واخوكي، والمصلحه دي ان شاء الله بامر الله هيتم فيها الخير وبدون تعب. تمام. لان يكون قال له روح اتعظم العظم ده، معناه المكان العمل اللي هم بيشتغلوا فيه والمال اللي هم معتمدين عليه، المال ده جاي من ناحيه ابنك انت مش من ناحيه اخوكي. تمام. ابنك اللي مد خاله يشغل له فلوسه. تمام. بس اثناء العمل ربنا سبحانه وتعالى هيسهل لهم الامور، كنا نلاقي الخروف مستوي. تمام. يعني ان شاء الله بامر ابنك مش هيتعب في العمل، لكن هيجيله الفلوس ان شاء الله بامر الله. في خير يعني من ورا الموضوع ده. ها ايه تاني؟ وابني هو تعبان يعني، فاخوه طبعا شايله على كتافه، فبص لي ايه ان اخوه ماشي على الارض على رجليه كانه ما في حاجه. كانه ايه؟ لقي ايه ان ابني هو ابني في الحقيقه تعبان ما بيمشيش. يعني حصل له ازمه، فاخوه شايله بيتعالج، فاخوه شايله على كتافه، فبص لقي ايه ان اخوه ماشي على الارض على رجليه كانه ما في اي شيء، مع ان في الواقع اخوه حصلان يعني حاجه بيتعالج، ما حادث يعني ما بيمشيش ماشي. لا هو لقي ان اخوه بيمشي على رجليه. تمام. عارفه ده معناه ايه يا ام محمود؟ معناه ان ابنك المصاب، ابنك السليم بيشيل ابنك المصاب، العيان بيحمل على السليم. ابنك السليم هو اللي يعني بيجري باخوه، هو اللي شايل همه وشايل مسؤوليته. طب لقيتي ابنك ابنك المريض ده معلش وقف على رجله، مع ذلك ان ابنك ده هيعتمد على نفسه، المريض ربنا هيشفيه وهيعتمد على نفسه، ربنا هيشفيه. يعني معنى الحلم يا استاذه فاتن انه هيشفى وهيمشي على رجليه ثاني زي ان الاول ان شاء الله بامر الله، ان شاء الله بامر الله هيعتمد على نفسه ويحل اموره مع نفسه، وربنا ان شاء الله بامر الله هيسلك له الامور ان شاء الله بامر الله. بامر الله هيمشي هيمشي. لو سمحت يا استاذه فاتن، في اشاره انه هيمشي على رجليه ثاني زي ما كان؟ في، هيمشي على رجله ان شاء الله. ان شاء الله بامر الله هيمشي على رجله، وهتتصلي وتبلغينا وتفرحينا يا ام محمود ان شاء الله. ايه ثاني كده؟ بس كده هتزعل مننا ام محمود كده؟ ما قالت يا جماعه، ما لا قالت انا شويه حلمت ما تقطعوش الاتصال. طيب ماشي يا ام محمود، احنا شكرا على اتصالك. طب نكمل الرساله اللي اتتنا من السعوديه، ونتيجه لسماعها عن السحر والرؤى، بنشكرهم طبعا ان هم بعتوا الرساله ديت، يعني متواصلين معانا هم. حكت ان قصه في قلنا في محافظه ضباء، وكانت العائله دي بتعاني فتره طويله من الزوجه من حاله نفسيه، وان الزوجه لا تنجب، وان الزوجه عندها مرض السرطان. طيب وحصل فرقه بين الزوج وزوجته واهلها واقاربها. طب عرفوا بقى يعني ايش فيهم؟ واحده رات رؤيه، قال كده بس ما ذكرش الرؤيه هي ايه. قال هي شافت رؤيه تبان من الرؤيه ان في سحر، والسحر معمول على راس خروف مسلوخ. هو بيحكي القصه كده والله زي ما اتت لنا. طيب وبفضل الله وتوفيقه بعد الاجتهاد الزوج وزوجته والاخذ بالاسباب طبعا في موضوع الخلف، واستمروا على الرؤيه الشرعيه والتداوي بالقران. طب استمروا كتير؟ قالوا استمروا كتير، قعدوا فتره بين الرؤيه الشرعيه والتداوي بالقران والدعاء الى الله سبحانه وتعالى، وبامر الله بفضل الله فك السحر وانتهى السحر وانجبت الزوجه. وبس بيقول لك لقوا العمل ده عثروا عليه في فناء المنزل. يعني يا سبحان الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني مش عارفه الناس اللي بتحاول تاذي الناس دي هتروح من ربنا فين؟ مش عارفه ان هي ممكن هتموت في يوم من الايام وهتقابل ربنا سبحانه وتعالى وهتقف قدامه وتتحاسب على انها بتاذي الناس بالاذيه دي. لان فعلا اذا حد عمل سحر لشيء فالجان فعلا بيأذيه، والجان فعلا بيضره، زي ما قلنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك بيجري كمجرى الدم في الجسم. يعني ممكن الجان يعمل لك قلق في القلب، يعمل لك قلق في الكبد، يعمل لك قلق في اجزائك.
تمام؟ يعني نعوذ بالله مش طراجين من الناس دي، وربنا يبعدنا بيننا وبينهم. فقال لك يا ستي، قال لك في محافظة ضباء، قال لك بقى عملوا عرفوا السحر وأبطلوه وطلعوه من مكانه، بس بإيه؟ بالرؤية الشرعية والتداوي بالقرآن والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، وعرفوا مكانه وتداوى. والقصة جميلة بصراحة، وبنشكره بأمانة اللي بعت لنا الرسالة ديت. وده بيقول لي، عايز يقول لي في النهاية إن فعلا إن الرؤية مرتبطة بالسحر، مرتبط بالرؤية، إن لما إحنا ما عرفناش إن في سحر إلا لما شفنا رؤية. بس للأسف ليه أنت مش ذاكر الرؤية؟ مش ذاكرها. اتمنى لو سمعنا تبعت لنا الرؤيه، عشان حتى الناس يبقى عندها مصداقيه وتعرف ان احنا عندنا مصداقيه، وبنقول حتى الرؤيه يتبين منها ايه. وبنشكرك على رسالتك وقصتك الجميله ديت، ونستكمل معانا رسائل على ما تيجي تليفوناتنا ان شاء الله. في انتظار تليفوناتكم نشوف رسائلنا. بتقول حلمت ان نظرت للسماء وبقول لا إله إلا الله، ثم سمحت الأذان في كل مكان. طيب، نظرك للسماء وقلت لا إله إلا الله معناه أن ربنا سبحانه وتعالى هيرزقك الشهادة. في ناس تقول لي طيب ما أنا شفت في السماء مكتوب لا إله إلا الله. أنت شفتيها، شفتها مكتوبة على طائر، شفتها مكتوبة على السماء، شفتها مكتوبة في مكان، بس ما نطقتهاش، ما قلتهاش. في فرق. كونك تشوفيها بس يبقى انت عندك هم وربنا سبحانه وتعالى هيفرجه عنك. طب انت نطقتي وقلتي لا اله الا الله، يبقى ربنا سبحانه وتعالى هيرزقك الشهاده. ام عمر، السلام عليكم يا ام عمر. السلام عليكم يا استاذ. انا كلمت حضرتك من شويه. ايوه يا ام عمر، لو سمحت، هو في حلم ثاني، بس في سؤال. اللي هو الحلم الاولاني يعني ممكن يعني يكون الظلم ده، التعب اللي انا جبت اليومين دول تعبه كده، ممكن يكون هو. بتقولي ايه يا ام عمر؟ واحده واحده كده. لا انا يعني انا كلمت حضرتك من شويه. ايوه، لما قلتي شفت القيامه، شفت القيامه. اه افتكرتك. ها، ممكن بدل الظلم ده يكون تعبي اللي جالي، انا جيت خدت شويه تعب كده. ايه ايه، مش سامع الكلمه انت بتقولها دي، مش فاهمه. تعب، التعب يعني المرض. اه، المرض اللي جالك ده يعني. اه ممكن والله اعلم، ما هو ممكن يكون يعني من الظلم اللي وقع عليكي، انت تعبتي. التعب النفسي ده بيجيب امراض ما يعلم بها الا ربنا. انت ما عندكيش فكره، ده انت ممكن، ده لا قدر الله لو واحده زعلت واغمى عليها تفوق تقوم وتقوم تلاقي ان انا عندها السكر من الزعل. فانت من الظلم اللي وقع عليكي تكاد تكون سببت لك امراض، مش بس نفسيه، جسمانيه كمان. وربنا يزيل عنك، بس في النهايه ان شاء الله بامر كل الامور دي هتنحل عندك. طب اقول الحلم بقى لو سمحتي. قولي يا ام عمر، اتفضلي حبيبتي، سامعاكي. حلمت ان انا يعني ان اخويا يعني هنا في اهل البيت وكده وكده، بس انا بيتي مش يعني كاني مش في بيتي يعني. وان انا رايحه مسافره اودع جوزي ان هو مسافر. يعني انا هنا في بلد صف الشيخ، كان رحت مصر عشان اودع جوزي في المطار. تمام. الو. ايوه سامعاكي يا ام عمر. وبعدين انا بشاور لجوزي، واقفه وبشاور لجوزي، فكان في واحده ست جارتنا هنا برضه ست كبيره كانها رايحه الحج. تمام. فكانها بتشاور لمرات ابنها، فانا بشاورك لي انا كمان، فقلت انتم مشاورينها، فكانها يعني، فانا قلت ايه، طب انا ده انا اتاخرت واستنيت لما السعوديه راحوا كمان، فشاورت لها فقامت مشاوراني. تمام. فبعدين ايه، قامت مرات ابنها قالت لي انت رايحه فين؟ مشينا بقى، قالت لها انا همشي، قالت ما تخليكي هنا، نعيش في مصر ونصرف على نفسنا. قلت لها لا، انا عندي اولاد وعندي بيتي، هصرف ازاي واقعد ازاي؟ انا كان نفسي برضه والله، بس مش هينفع. فجيت بقى ايه، مشيت، رحت لقيت اختي، كان اختي يعني جابت مش هي في الصعيد دلوقتي، فكان انا بقول لها اللهم صل على محمد، كان انا بقول لها، كان واحده اتصلت بيا وبتقول لي ايه، اختك اتصل باختك لان اختك بتقول جوزها نزلك من القيد. جوزها ايه؟ نزلك من القيد، نزعك اسمك من القيد، خلاص مش موجود. سقطت قيد. فانا قلت لها لا، ده اختي هنا هي، ورحت اجري عند اختي، فطلعت تجري بعيد عني، فبقول لها انت ازاي تعملي كده وتنزلينه من القيد؟ قالت ما ليش، قلت لها ازاي انت اصلا تاخد بتاعك تديها لجوزك، ما ينفعش انه يشوفني انا منتقبه عشان انت منتقبه. قالت معلش بقى، وقعدت تجري منه وخايفه، فكان كتفها اليمين ده مكشوف وعليه دبان كتير. اختك؟ وبتنزل الحلم نفسه برضه، كان انا دخلت بيتنا من تحت عند حماتي، احنا واخدين مخزن تحت عند حماتي، حاطين في حاجاتنا وحاطين عاملين فيه قصص خشب كده. فكان انا بفتح المخزن ده واخويا جه دخل، فبقول له انت جاي له عندي هنا؟ قال لي انا جاي ابص عليك. فدخلت لقيت هم ثلاث رفوف فوق بعض، فلقيت الرف الوسطاني واقع خالص والرف الفوقاني مكسور منه حته، فبقول لسلفي وقعدت الصلاه وانا نجرت.
فبقول له ازاي الرف الرف اتكسر؟ ازاي اتكسر؟ ده النجار اللي عامله كويس. فرد اخويا قال لا انا شلته، انا اخدت الحاجات اللي عليه ونزلته. فقلت للسلف طب الرف اللي فوق ازاي مقطوع؟ انا عايز اعرف بقى ان الرف اللي فوق ده مكسور ازاي؟ الراجل واخد فلوسه وعامله كويس وصاحب جوزي يعمل الرف وحش؟ طب خلاص انا هاخده ايه اصلحه. ده ممكن اقول حلم تاني قصير؟ استني بصراحة. استني يا ام عمر، ده انت دخلتي حلمين في بعض. لا هو حلم واحد بس كانه يعني مع بعض كده مش عارفه. هو كان في حلم لا هو المفروض ده هم حلمين منشقين عن بعض. بصي يا ام عمر، الجزء الاولاني اللي جوزك مسافر وان انت بتقولي عايزه تقعدي في القاهره في مصر يعني ومع صاحبتك، انت في حقيقه امرك عايزه تغيري شيء من حالك؟ ما انا قلت لك حضرتك انا عايزه اسافر عند جوزي اصلا ومش عايزه اقعد هنا ومش مرتاحه هنا، عايزه اسافر معاه. طيب هو جوزك بس اللي هيحصل له التغيير، لكن انت هتتنك زي ما انت، مش هيحصل لك، مش هتعرفي تروحي. تمام؟ سامعني يا ام عمر؟ اي حضرتك. يعني حته الحلم اللي انت قلتيه واللي انت حكيتيه ده كله معناه يدل ان جوزك ما دام سافر ان في نقله في حياه جوزك، صح؟ جوزك مغير مكانه وبعيد عنك، تمام؟ طيب كون ان انت واقفه في بتقولي في المطار بتودعيه وحاجات زي كده، واحده بتسلم عليك وبتقولي لها انا عايز اعيش في مصر، يا ريت بس اصرف ازاي؟ انت نفسك تبعدي عن المكان اللي انت فيه ونفسك تغيري من حالك، بس في امور هي اللي ربطاكي، والامور دي ماديه في الماده. تمام يا ام عمر؟ طيب معانا فاصل ونعود وهكمل معاك يا ام عمر ان شاء الله بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين، مشاهدة. أنت نصف المجتمع، أنت أم لكل المجتمع، أنت الأم والأخت، أنت الإبنة والحفيدة، أنت الخالة والعمة، أنت الجدة ومستقبل الأمة، أنت الكل في الكل، أنت ست الستات، أنت الزهرة والثمرة والشجرة والبستان. ندعوك للمشاركة في جميع برامج الصحة وإبداء رأيك وطرح أسئلتك واستفساراتك ونصايحك. راسلينا وشاركينا عن طريق SMS والاتصالات التليفونية. للإعلان على شاشة الصحة والجمال يرجى الاتصال على 011-211-0682. نفسك تخسي ومش عارفة؟ جربت حاجات كتيرة وانتي زي ما انتي؟ عندنا وبس، مشكلتك ليها حل. كل اللي عليك تبعتلنا سنك وطولك ووزنك في رسالة على رقم 94174، واحنا هنبعتلك النظام الغذائي اللي يناسبك تحت إشراف أكبر الأطباء. مهمتنا إنك تكوني أحلى. بتحلم كتير؟ أحلامك بتشغلك؟ ومش لاقي حد يفسرها لك على طول؟ ولو لقيته مش كل يوم هتعرف توصل له. دلوقتي حلمك على موبايلك، ابعت حلمك في رسالة على 94172، هيفسر لك أحلامك مجموعة من المتخصصين في التفسير، وبعد لحظات هتلاقي التفسير على موبايلك. احلم براحتك وما تشيلش هم. الصحة والجمال لون جديد للحياة.
السلام عليكم أعزائي المشاهدين وأهلا بكم بعد الفاصل. ومعانا أم محمود. أم محمود السلام عليكم. أنا بتبشرين عشان أختي طبعا ليها 6 سنين ما خلفتش، فهقول لك الأحلام بتاعتها لو سمحتي. قولي يا أم محمود. لو سمحتي اسمعيني للآخر قولهم كلهم ورا. قولي ونكتب وراكي يلا يا أم محمود. ماشي. هي حلمة إيه؟ إن حماتها المتوفية نايمة على السرير، نايمة على السرير في البيت. فهي طبعا أختي حلمت إنها حامل في آخر شهرها، فهي بتقول إيه أنا عايزة أروح أولد بالليل. حماتها تقول لها لا بالصبح، هي تقول بالليل حماتها تطلع بالصبح. فخلص الحلم على كده. والحلم الثاني حلمة ان الطريق هي وماشيه في الطريق، الطريق كلها ايه نبأ. تمام. الطريق كله ايه فجأة حلمة الطريق كلها مليانه نبأ. نبأ النبأ اللي بتاكل من الشجر، من النبأ، النبأ اللي بتاكل لا بتلقط نبأ وتاكل. والحلم بعد النبأ حلمة انها ايه معاها 5 سمكات. معاها ايه؟ 5 سمكات. اه. وحلمت ايه ان الست المتوفيه دي بعتت ايه 3 حمامات، فقالت ودوهم ايه لاولادي حمام نبا، ودوه لاولادي في البيت بعد يعني ما توفت يمكن في نفس اليوم وكده. فراحت لابن اخوها قالت له 3 حمامات دي ايه وديهم لاولادي. وفي نفس الوقت جوزها حلم ايه ان هو واحده ميته يعني حضناها، هي ما بتخليش الست دي حضناها، حس بالحضن بتاعها كانها امه، وصحي من النوم يعني صحي انه مبسوط وكويس حاسس كاني امه بتحضنه، فالست دي ما خلفتش. وبعد كده حلمت ان ابن خالتها قالت ايه ان في جوز حمام بني هاتولي الحمامتين من عندي، بعتهم لها اسمه حفرصه. طب الاتصال انقطع يا ام محمود، وانا يعني ربنا يعيننا بقى ونقول لك على اللي انت قلتيهم دول. بص يا ام محمود، كون ان انت شفت متوفيه نايمه على السرير اعرف ان هي الحمد لله في الجنه، تمام؟ طيب وان اختك بتقول ان هي حامل وهي في الحقيقه مش حامل، وان هي حامل وفي الشهر الاخير وعايزه تولد بالليل وحماتها بتقول لها الصبح، اختك دي عندها مشكله. الحل اللي اختك بتقترحه غلط. الحل اللي اختك بتقترحه لحل مشكلتها غلط، الحل ده فيه ضلاله. لكن لا، المفروض تسيب الامر للناس ثانيه تحله، لان هي بتحل بالغلط، لان الليل والنهار طبعا تضاد، وربنا سبحانه وتعالى قال محونا ايه الليل واوضحنا ايه النهار، فايه النهار هي الهدى والليل هو الضلال. فابعدي ابعدي، خلاها تبعد هي عن حل مشكلتها دي، تمام؟ طب كون ان هي ماشيه في طريق وبتاكل النبأ، النبأ ده هي معاها مال مجمد، يعني الله اعلم يكون معاها ورثها، تمام؟ واكلها منه بتاخد من وراها زي ما تقول مأجره ارضها وبتاخد ورث حاجه زي كده، انما هو معاها مال مش قادره تتصرف فيه، مش قادره تتصرف فيه نهائي، تمام؟ بس هو في ايدها. طب لقت 5 سمكات معاها، ان ربنا سبحانه وتعالى هيرزق اللي ماسك ال5 سمكات دول في رزق ان شاء الله بامر الله هيأتيه. طب لو كان بيصطادهم، انت بتقولي الكلمه بس وتفصلي، لو بيصطاد السمك ده معنى ذلك ان هو هيتعب في مجايب الرزق له. طب لقى السمكات ال5 سمكات قدامه وجاهزين، معنى ذلك ان شاء الله بامر الله هيجي له رزق على من غير تعب يعني. طب ال3 حمامات اللي الست المتوفيه قالت ال3 حمامات دول ودهم لاولادي، الله اعلم هي عندها 3 اولاد، انت حتى ما سبتنيش ان انا اسالك. لو هي عندها 3 ابناء يعني هي بتحسهم على ان هم مسالمين مع بعض، ان هم يبقوا كويسين مع بعضهم، يبقى في بينهم سلام والفه وموده، بتحرص على كده او بتحس على كده. طيب الشخص اللي شاف واحده متوفيه بتحضنه وبتحضنه او حاسس بحضن امه، ده معناها طوله العمر ليه، هو عنده قلق معلش او عنده احساس كده انه هيتوفى، لا هو معناها طوله العمر ليه، والله اعلم واعلم. معنا اتصال ام احمد. السلام عليكم يا ام احمد. ايوه السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام. خير رأيتي يا ام احمد. ممكن عندي رؤيه تفسيرات؟ اتفضلي. بس عندي رؤيه. علي صوتك. عندي حلم تقولوا؟ اتفضلي. ايوه عندي حلم، ممكن تفسره لي؟ والله سامعاكي يا ام احمد. قولي. وطي يا ام احمد، يا ام احمد من فضلك وطي صوت التلفزيون واسمعيني من التليفون. حاضر حاضر حاضر. ماشي يلا. بنتي حلمت حلم انها هو جوزها حاططها في صندوق في الصاله كده خشب، بيكب عليها نار بفحم، فحم مولع. اه يا ام احمد. فخارب الصندوق حاجه بسيطه كده قال عشان تتنفس منه. واحنا حواليها مش عايز حد يشوفها. اه. يعني في شويه مشاكل بساط كده يعني زي وزي اللي في اي بيت. لا لا يا ام احمد لا. فمن يومين تاني برضو جامت عنكبوت، فهو صحاها من الكابوس، اتخبط كده في المخده ان هو بيخنقها ويخنق ابنها.
بص يا ام احمد، بنتك دي عندها مشكله يا ام احمد. تمام، بنتك دي عندها مشكله. المشكله فين؟ المشكله فين هي؟ المشكله اللي عند بنتك ايه هي؟ مش المشكله ان هم بيتخانقوا على ماده او بيتخانقوا على حاجه، لا، ده طبع جوزها اللي مش كويس. طبع جوزها عايز مراته ليه لوحده، مش عايزها تعرف اي حد ولا تختلط باي حد ولا هو صحيح مش كلامك صح يا دكتور. تمام، هو مش عايزها ترتبط باي حد ولا تروح لاي حد نهائي، هو عايزها ليه لوحده بس. ده معناه، مش معناه ان هو في مشكله بقى على المعيشه وجاي لها الشغل ومش عايز يطلعها خالص نهائي ولا تكلم حد اصلا. يا شغل ده ما فيش شغل. يعني خدت الكليه خدها كده وانتهينا. لا خلاص، هي خلاص على كده، وهي مسالمه لكده عشان تبقى عارفه. هي خلاص هتعمل ايه؟ ساكت. ده ايوه مسالمه لكده يا دكتوره، دي انسانه تعرف ربنا، بتصلي الفجر حاضر. بسم الله ما شاء الله، ربنا يضعف ميزان حسناتها. ما هو ده معناها يا حاجه، معناها انه حاططها في صندوق. طيب يا دكتوره حماه، وفي رؤيه تانية يا دكتوره برضو، ان حماتها كل ما تطلع فوق تنزلها تحت. بنتك كل ما تطلع فوق حماتها تنزلها؟ بتطلع على حاجه كده عاليه وتروح منزلاها حماتها. حماتها بتحبطها نفسيا، حماتها بتقول لها كلام بيضايقها. يا دكتوره بتحبطها، بدل ما بنتك نفسها تعمل حاجه، ان بنتك نفسها تبقى حاجه في المجتمع، حماتها لا، رافضه. رافضه الموضوع ده، عايزين يتغير زي ما هي كده فعلا. ايوه كانت عايزه تكمل. ايوه لقيت لها لا، مفيش الكلام ده عندنا. والله بقى يا ام احمد انا هقول لك على حاجه، هو ربنا يتولى بنتك بقى، ما دام انجبت منه معلش، يبقى يعني اللي ما عرفش اللي ما عرفتوش تحققوا في نفسها تحققوا في اولادها. هي بقى ده نصيبها من الدنيا. سامعاني يا ام احمد؟ هي مش معاها اولاد. والله يا دكتوره مش هي معاها يا ام احمد. عامل لها عمل ولا حاجه يا دكتوره؟ ايه، ما فيش حد عامل لها عمل كده ولا حاجه؟ لا يا ام احمد، ما حد عامل لها عمل يا دكتوره. لا ما فيش عمل. ما فيش لا عمل ولا سحر ولا اي حاجه، ده جوزها طبعه كده اصلا. ما فيش، عشان ما تدوريش وتخسري دينك يعني يا ام احمد. تمام، ما فيش الكلام ده، ده هو اللي جوزها طبعه صعب. ما يرضي الله والله يا دكتور. انا عارفه والله يا حاجه ام احمد، والله حاسه بيكي. طبعه صعب جدا. انا حاسه بيكي، انا حاسه انا امي برضو بحس بيكي والله. حاسه بيكي يا حاجه، معايا مش في العيشه الماديه. لا لا، العيشه الماديه مش هو مريحها، مريحها من المال. ما انا قايله لك ما فيش مشكله في المال ولا فيش مشكله، هو خانقها ده يعني، ما في فوق الفوق في العيشه الماديه. ما هو مش مخليها محتاجه حاجه عشان تبقى عارفه، ولا بتاخد اي حاجه من اي حد. هو عامل لها اكتفاء ذاتي، هو مجايب لها كل حاجه بس عايزها له لوحده. ما تروحش لهنا ولا هنا ولا تكلم حد ولا كلام. صندوق يا دكتوره. ايه؟ بتقول ايه؟ احنا كده البيت كله تعبان لجيها والله. طب انا هقول لك على حاجه، تعبانين ومنكدين. بص بص يا حاجه ام احمد، بنتك مش تعبانه التعب اللي انت تقصديه يعني، او اللي انت شايلين همها ده فيه؟ غيره الزياده يا دكتور. ايوه اتفضل. ما طبعا ما غيران عليها، مش عايز يخرجها ليه؟ ما هو غيره عليها. تمام؟ هي يعني جميلة الصوره، فمش كده الغيره يعني. ما هي دي الغيره القاتله، دي الغيره القاتله. بس عايزه اقول لك على حاجه يا ام احمد، سيبي بنتك معلش. سيبي بنتك والله. سيبيها ما دام حياتها سيبيها يا ام احمد معلش. هي بنتك صح طموحه ونفسها تبقى حاجه في الدنيا، هي مش هتقدر تعمل ده. تمام؟ طب تعمل ايه؟ تخلي ده في ولادها ان شاء الله بامر الله، يبقى حلمها في ولادها. طب انتوا تعملوا ايه بقى عشان ما تتعبوش نفسكم؟ مالكوش دعوه، بنتك هتتاقلم على كده يعني. سنه واتنين ابص لا اوتوماتيك خدت على كده. اصلا انسان اصل اتعود. انت زعلانه يا عيني عشان ما بيخرجهاش يا دكتوره؟ في البيت قافل عليها كده في الشقه. ايوه طبعا، ما انا عارفه الكلام ده، ما انا عارفه. في وش انا عارفه الكلام ده يا ام احمد. تمام دكتور، وقافل عليها. ما هو معنى ذلك ان هو مش عايزها تروح ولا تيجي، عارفه يعني الثقب اللي عنده ده عشان تتنفس منه، انها تكلمك او تكلم اختها او تكلم المقربين الدرجه الاولى بس. ايوه ما بيخليهاش تكلمني انا مامتها، قال لها ما تكلميش حد في التليفون. لا هيخليها تكلمك بس مش على طول، مش على طول. ما تزعليش عشانها يا ام احمد، عشان تبقى عارفه هي سنه واتنين وهتلاقيها اتعودت على كده، هتاخد على كده. ام احمد شكرا على اتصالك يا ام احمد، بس انا مش عايزاكي تزعلي عشانها. لا هي سنه واتنين وهتتاقلم على الحال اللي هي فيه، ما ده هو مش مخليها محتاجه حاجه. وعلى فكره انا اعرف ناس كتير جدا، زمايل لينا واصدقاء لينا، كانوا كده في بدايه الامر وكانوا تعبانين جدا، ويقولوا لا ده خانقنا، ما بروحش عند مامتي، ما مش عارف اخرج ولا عايزني اشتغل ولا عارفه. بعد كده هي خدت على كده، نقول لها انت عامله ايه تخرج؟ لا انا خدت على خلاص مش عايزه اخرج، وبقت سعيده بحياتها على كده. فما تزعليش عشانها، وانت هتزعل عشان هيجي لك تعب ولا يجي لك مرض، وهي بعد كده هتبقى سعيده في حياتها والله يا ام احمد، والله اعلى واعلم. نكمل رسائلنا.
كانت بتقول حلمت ان بنظر للسماء وبقول لا اله الا الله. احنا قلنا ان اللي في ناس بتقول لي انا بشوف لا اله الا الله، شفتها على طائر، شفتها على السماء، شفتها في مكان، يعني ذلك ان انا ليا الشهاده. لا، لازم تنطقها. اذا قريتها يبقى انت ربنا سبحانه وتعالى كاتب لك الشهاده. طيب انت كاتب لك الشهاده، معنى ذلك انت هتموت في حرب؟ لا طبعا، ده احنا عندنا الشهداء سبعه، الغريق شهيد، واللي مات بالحريق شهيد، والميت بالمبطون مرض في بطنه شهيد. لكن اعلى درجات الشهاده هو الشهاده في الجهاد، دي اعلى درجات الشهاده. طب ثم سمعت الاذان في كل مكان. سمعك الاذان في كل مكان معنى ذلك ان انت هتسمعي نعي، في نعي هتسمعيه ان توفى فلان الفلاني، في حاجه هتسمعيه، وهتسمعي كذا واحد من كذا مكان، والله اعلى واعلم. بيقول حلمت اني راكب موتوسيكل واربع كلاب بيجروا ورائي وكانت فيهم كلبه حامل. طيب ركوبك الموتوسيكل او ركوبك الموتوسيكل ده معنى ذلك ان انت لو ان حياتك بسم الله ما شاء الله ماشيه، ما فيهاش اي مشاكل، ما فيهاش اي حاجه، وماشيه بسرعه جدا، في تطور في حياتك. ايه السلام عليكم يا ايه. السلام عليكم. سلام، ازيك يا ايه؟ الحمد لله تمام. ايوه ايه، علي صوتك يا حبيبتي. عندي حلم ممكن احكيه؟ اتفضلي يا ايه سامعاكي. انا صاحبتي حلمت انها واقفه في الشارع هي واخوها. ان هي ايه ايه؟ انا صاحبتي حلمت انها واقفه في الشارع هي واخوها قدام بيتهم، وحبيبها كان قاعد قدام البيت. فهي بتنادي على اخوها، فاخوها بيرد عليها بيقول لها عايزه ايه يا ساره؟ فقام حبيبها رد على اخوها بيقول لها ما اسمهاش ساره، اسمها زاره. فبعد كده راحت على حبيبها دوت وقالت له انت مالكش دعوه، ما تدخلش بيني وبين اخويا. وقامت ضربه في رجله جامد. وايه؟ وسابته ومشي. قامت ضربه في رجله جامد. وسابته ومشي. فبعد كده باباها راح وراها بيقول لها ليه يا بنتي كده، حرام عليكي. قالت له لا احسن يتشاهل. لا. قالت لها حرام عليكي ده عمال يعيط بره، روحي صالحيه. فهي واقفه وسامعاه وهو بيتكلم وبيعيط. لا هي شايفاه بس مش سامعاه وهو بيعيط. بصي يا ايه، وبعد كده قالت لباباها روحي يا بابا معايا الصيدليه شوفي هيعمل ايه. فباباها جه بيقول لها خد غرزتين في رجله وقال لها على الوانهم بس هي مش فاكره الالوان. بعد كده دخلت جوه بتلبس الطرحه وكده، كل ما تلف الطرحه لقدام ترجع لورا لوحدها. كل ما تجيبها لقدام ترجع لورا، فكانت بتحط كحل ومسطره. وبعد كده مامتها دخلت بالتليفون قالت لها خدي ده بيرن عليكي. قالت لها لا يا ماما انا مش هكلمه، انا هروح يعني اقعد معاه اكلمه وجها لوجه احسن. تمام. بس ده حلم، ودايما بتحلم ان شباب بتجري وراها و يعني دايما بتحلم الحلم ده. يا ايه استني يا ايه، عشان حلمك الاولاني اخلص منه عشان طويل شويه. يا ايه صاحبتك ديت معلش مفتريه شويه. مالها؟ مفتريه. مفتريه. مفتر قولها الاستاذه فاتن بتقول لك انت مفتريه. بصي يا ايه، اولا كونها ان هي واقفه في مكان وخطيبها واقف واخوها وحاجات زي كده، معنى ذلك ان هي بدات بمشكله مع خطيبها. تمام. المشكله ديت اذت خطيبها في اهله، قالت كلمه على اهله ضايقته. سامعاني يا ايه؟ خطيبها مش خطيبها على فكره. امال ايه؟ ما هو ما اتثابت، ما في حصل، ما هكملك الحلم. كانت مخطوبه وسابته يا ايه؟ لا هي ما كانتش مخطوبه، هما بيحبوا بعض بس ما فيش ارتباط بينهم. لا هو ارتباط عاطفي، سيان بقى جه رسمي ما جاش رسمي، هو في ارتباط عاطفي. تمام. اللي حصل بينهم ايه؟ ان هي قالت له، هي بدات معاه بمشكله. تمام. وهي اسأت له في اهله، او اسأت له في اكل عيشه، في الحاجه اللي بتسن في والده، هي اسأت في اهله، قالت كلمه زعلته على اهله. تمام. بعد كده هي رجعت ندمت على اللي عملته، عشان تبقى عارفه، بس بعد فتره رجعت ندمت على اللي عملته بعد فتره. ليه؟ لان قالت لباباها طب شوف وديه الصيدليه وبعدين خد غرزه في رجله او اتخيط او ما شابه ذلك، معنى ذلك ان هو ايه؟ ندمت ان هي عملت حاجه زي كده. وهيقعد فتره ما يكلمهاش. تمام. ولا هي تكلمه، بس هيجي لها خبر عنه، في خبر هيقتها عنه. هي هتبقى متلهفه انها تعرف كمان اخباره، بس هيكون هو خلاص بقى شال منها الطرحه اللي كل ما تيجي تعدلها، كل ما تحاول ترجع بعلاقتها معاه تاني، لا مش هيبقى زي الاول معاها. تمام. الحلم مبين جزء في الماضي وجزء في الحال اللي هي فيه وجزء في المستقبل. الماضي ان هي كانت عارفاه وبتكلمه، الحاضر ان في انفصام دلوقتي او في بعد دلوقتي ما بتكلموش. تمام. اللي هيحصل في المستقبل ان هيحصل كلام وهتحاول ترجع الامور، لكن مش هتيجي على كيفها، لا مش هيبقى زي الاول معاها، هتتغير الامور. فهي اللي عملت كده بقى، ما نعرفش هي ايه. ايه تاني؟
حلم بتحلم دايما ان في شباب بتجري وراها. شباب ولا كلاب؟ لا شباب. شباب؟ اه. طيب هي ليه دايما بتسيء بكلام لناس؟ كل انك تلاقي شباب بتجري وراكي ده حاجه مش كويسه عشان تبقى عارفه. ليه؟ انت في كلام بتقوليه على ناس بيسيء، فانت بتخافي من ردود فعل الكلام السيء اللي انت بتقوليه اللي صاحبتك بتقوله. اه. تمام يا ايه؟ فخليها تبعد شويه عن الكلام السيء وما تسيئش لاي حد بكلام، تمسك نفسها شويه في الكلام. والله اعلى واعلى. ايه تاني يا ايه؟ متشكره جدا. ماشي شكرا، شكرا على اتصالك يا ايه. نكمل مين؟ ها هدى. الله. ايوه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه يا هدى. لو سمحتي عايزه افسر حلم. اتفضلي يا هدى سامعاكي يا حبيبتي احكي. لا انا حلمت ان انا اصلا مسافره يعني بره مصر. تمام. فحلمت ان واحده صاحبتي جايه عندي الشقه وهي اصلا خلاص نزلت من مصر، نزلت مصر بس زعلانه يعني. فشفتها انها جايه بيتي وانا عندي ثلاث سراير اللي هي السراير المتر دي. فواقفه بتشاور لي على سرير من السراير بتوعي وبتقول لي ان دوت يعني اكنه بتاعها وان هي لما ترجع هنا تاني عايزه السرير. فانا استغربت يعني من الكلام فبقول لها عادي انا ماشيه ومش جايه تاني اللي انت عايزاه خديه. قولي انت عايزاه خديه؟ اه قلت لها عادي لو عايزاه خديه انا يعني ماشيه مش هقعد يعني لو عايزاه خديه مش مشكله يعني. قالت طيب. بس لما نبقى نيجي نتكلم في الحكايه دي لما ارجع يعني. طيب يا هدى انت متزوجه يا هدى؟ ايوه. وعلاقتك مع زوجك عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. كويسه مفيش مشاكل بينكم؟ هادي يعني هادي كل بيت. طيب هو في واحده عايزه تعكنن عليك حياتك شويه يا هدى تمام؟ اه. مش هي صاحبتك دي على فكره ما اشترطش انها هي مش شرط انها تكون هي. أيوة. هي معناها ان هي الست اللي جالك في المنام صاحبتك اختك اي حد وجالك في المنام ست يبقى معنى ذلك دي دنيتك تمام؟ طب أيوة. دنيتك دي عايزه تاخد السرير منك يعني عايزه تقل راحتك وتعملك مشاكل بينك وبين جوزك تمام؟ أيوة. انت هتكوني سلبيه يا هدى. حصلت حاجه زي كده معاكي مشكله حصلت زي كده؟ ان واحده دخلت حياتك حبت تعمل مشاكل بينك وبين جوزك؟ لا والله. وتقل راحتك؟ يبقى حذري بقى. يبقى كده حذري يا هدى. حاسه ان ممكن ده لا قدر الله يعني يجي لك في القدام او يجي لك في المستقبل تمام؟ ويكاد يكون الحلم هنا معناه انذار او تنبيه. خدي بالك ان ما تخليش اي حد يتدخل في حياتك وتكوني سلبيه، يعني واحده تتدخل في حياتك وعارفه ان ممكن تعمل لك قلق او دربكه او توتر في حياتك ابعدي. خليكي بقى متزنه وشوف الامور صح، اذا كانت هتعملي كده ابعديها عنك وابعدي عنها. خليكي ممكن يكون انذار انك تنتبهي لحياتك يا هدى، انت كده سلبيه على فكره. انت في حياتك سلبيه. ما بتفرقش معاكي حاجات كتير. ايه يا هدى؟ ان شاء الله. طب ممكن اقول رؤيه تانية؟ اتفضلي يا هدى. حلمت النهارده برضو ان انا رايحه اعمل عمره. تمام. وفي المكان بتاع الوضوء في بره شباشب كتيره لونها اسود كده. ايه اللي منها رجالي ومنها حريمي، فانا كنت لابسه شبشب يعني لقيت شبشب رجالي، فقلت لا انا عايزه الحريمي شكله احسن شويه. فلقيت فرده فبدور على التانية لقيت واحده كده افريقيه. واخدة الفرد فبقول لها هاتي الفرد ديت عشان انا لابسه اختها يعني، فقالت لي ما فيش مشكله. فادتني الفرده الثانيه. فبعد ما مشيت فلقيت ماما بتقول لي بتحكي لي على العمره كان انا وهي كنا مع بعض قضينا عمره مع بعض. فانا في الحلم يعني بقول لها مش فاكره ان انا رحت عمره مع ماما يعني قبل كده. فماما مصممه ان احنا رحنا عمره مع بعض وكانت عمره جميله، بتقول لي غير العمره يعني اللي راحتها مع الناس يعني قبل كده. فانا مش فاكره في الحلم وصحيت يعني صحيت مستغربه ان ماما ازاي بتقول ان انا رحت معاها وانا ما رحتش قبل كده. طيب بصي يا هدى انا عايزه اقول لك على حاجه تمام؟ الحلم ده والحلم اللي قبله فيه حاجات كتير تمام؟ ومعلش انا مش هعرف اقولها لك على الهوا، انا عايزه اتكلم بيني وبينك تمام؟ فهتعملي ايه بعد الحلقه بساعه؟ هتتصلي عليا على 17:62 وتضغطي 1، انا هرد عليك واكلمك يا هدى. تمام؟ خلاص يا هدى انا عايزه اتكلم معاكي باستفاضه اكتر من كده فما ينفعش معلش نتكلم على الهوا. 17:62 اه 17:62 واضغطي 1 انا هرد عليك يا هدى. ماشي ماشي يا حبيبتي ربنا يصلح لك حالك يا هدى. نكمل معانا مين؟ ام سلمى. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا ام سلمى؟ ام سلمى ام سلمى من فتره. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. احكي يا ام سلمى.
ايوه من فتره شفت ان انا بتجوز. تمام. وانكتب كتابي ومأذون وبعد كده مش بقى المأذون. وبعد كده لقيت ان انا قدام مني طبق فيه اكل محشي ومحشي ورق عنب. تمام. والانسان اللي كتب كتابي ده جاي كده بس انا بداله منه. ده حلم. طب يا ام سلمى انت عندك كام سنه؟ عندي 40 سنه. 40 سنه ومتجوزه. ما انا عارفه. طيب انت يا ام سلمى في حاجه المفروض ان انت لو اتجوزتي في المنام وانت متزوجه معنى ذلك ان في دخل ليكي، في رزق هيأتيكي لوحدك خاص بك انت مش خاص بزوجك. في ورثه هيجي لك. في خير جاي لي يعني؟ في خير جاي لك. الخير ده يا اما عمل وظيفه ما اعتقدش بعد ال 40 سنه تتوظفي او تتعيني، يا اما ورث وهيجي لك. في ورث جاي لك؟ لا. في رزق هيجي لك يا ام سلمى. الرزق ده يخصك لوحدك. تمام؟ أي. الرزق ده يخصك انت لوحدك، ده معناه انك بتتزوجي. يعني كاتب كتاب ومأذون ده خير؟ ايوه ده كاتب كتاب وده خير وخير وخير، ده انت هيجي لك خير وهيجي لك خير بعودات، يعني في ورق انت هتمضي عليه وهيجي لك من وراه فلوس. في حاجه انت هتمضي عليها؟ سامعاني يا ام سلمى؟ وهتمضي عليها وهيجي لك من وراها فلوس، هتبقى رسمي، أي. الفلوس اللي هتجي لك دي رسمي. وفي حلم ايوه في حلم تاني بعديها شفت والدتي شايف انها جايه راكبه توك توك وجايبه شنطه فيها حاجات من السوق وحطت الحاجات اللي جايباها من السوق دي في البيت وبعد كده ايه ضربتني. ضربتك؟ اه ضربتك بعصايا وعماله تضربني وانا اترميت على الارض وهي برضه بتضرب حتى في جنب واجعني اقول لها تضربيني على جنب واجعني برضه بتضربني. تمام. بس كده؟ ام سلمى ايوه معاكي كده خلص الحلم بتاعك؟ ايوه تمام. بصي يا ام سلمى كون ان والدتك راكبه توك ايوه بس انا قلقانه من ضرب ووالدتي متوفيه. متوفيه. طيب بصي يا ام سلمى انت في حاجه عملتيها غلط يا ام سلمى غضبت الله سبحانه وتعالى. تمام؟ سامعاني أيوة. يا ام سلمى؟ ما تقوليش أيوة. انا هقول لك على التفسير وما تقوليش على اللي عندك. ما تحكيش على اللي عندك. انت كون المتوفي جه لا اللي عندي ان انا متخانقه انا وابويا. صح. لا كده غلط. كده غلط يا ام سلمى. ضرب المتوفي في المنام معناها ان انت عملت شيء غضب الله سبحانه وتعالى، وقطع الرحم ديت يعني ده يغضب الله سبحانه أيوة. وتعالى. قطع رحمك وكون ان انت والدتك بتضربك وانت بخاصة والدتك زعلانه على اللي انت عاملاه مع اخوك يا ام سلمى. وتوضح لي كده ان انت اللي مزعلاه يا ام سلمى، انت اللي مزعلاه اخوكي. يا ام سلمى انت اللي مزعلاه. والدتك جت تضربك زعلانه منك، انت عملت شيء غضب الله سبحانه وتعالى، قطع رحمك ده. طب في حلم تاني. لا صالح اخوك الاول يا ام سلمى. الصالح الاول. صالحت الحمد لله. طب الحمد لله ها. خير تاني رأيتي. أي. الحلم بقى الثاني ان انا برضو شفت ان انا برضو ان انا بتجوز. تمام. واحد ممثل بس مش عارفاه يعني. تمام. وامي المتوفيه برضو بوريه لها بقول لها هو ده اللي انا متقدم لي. تمام. فبصت كده وقالت لي طيب حلو ماشي. وبعد كده صحيت بقى. طب بصي يا ام سلمى كونك بتتزوجي واحد وواحد ممثل يعني معنى ذلك ان انت مفكره أيوة. ان انت بتعملي شيء كويس وهيجي لك من وراه خير لكن الشيء ده لا مش كويس في نفاق. لان الممثل احنا ما بنعيبش في اي ممثل لكن الممثل بيمثل غير شخصيته بيقول عكس اللي جواه. تمام. فالشيء اللي انت هتعمليه ده انت بتقولي عكس اللي جواكي ومفكره ان هيجي من وراه خير لكن لا لا عادي يعني مش هيجي ولا من وراه خير ولا شر لا هيضر لا هينوبك ضرر ولا هينوبك خير. ايوه هو الموضوع انت هتمشي كده وخلاص فيه بس انما الحلم الاولاني اللي هيديك خير الحلم الاولاني اللي فيه فلوس جايه لك بورق وبعقودات وحاجات زي كده هتمضي عليها ان شاء الله. ان شاء الله يا ام سلمى. ايه تاني؟ ان شاء الله. طب شكرا لحضرتك. ماشي شكرا يا ام سلمى على اتصالك. شكرا يا حبيبتي. نكمل رسائلنا.
كنا بنقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بتقول حلمت ان راكب موتوسيكل. طب حلمت انك راكب موتوسيكل او انت راكب موتوسيكل، قلنا معنى ذلك ان انت حياتك ماشيه بسرعه والحمد لله، انت كاد تكون ما عندكيش مشاكل والحياه ماشيه معاكي بسلاسه وماشيه زي ما انت عايزه. طب اربع كلاب وراكي وراهم واحد حامل، ده معنى ذلك ان انت وراكي اعداء مش عايزينك مش عايزينك توصلي للي انت فيه. اذا كنت بتعملي دراسات، اذا كنت بتعملي مشروع ونجحتي فيه، اذا كنت عملتي شيء انت لازم تكوني نجحتي فيه، نجاحك فيه والكلاب اللي ماشيه وراك كده، مع ذلك الناس عايزه تعجزك عن اللي انت فيه، بتتابع اخبارك وبتحاول تعرف اخبارك ايه عشان تعمل لك عجز وتعمل لك ضرر وما توصلش للي انت عايزاه. والله اعلم واعلم. وكون فيهم كلب حامل يعني فيهم في يعني من الكلاب دي من الناس الاشخاص اللي بيجوا راكدون عندهم مشاكل برضو وهموم. والله اعلم واعلم. بتقول ايه تاني؟ حلمت ان بعدي راجل اعمى في الطريق. طيب حلمت انك بتعدي راجل اعمى في الطريق، معنى ذلك ان انت بتاخد في شخص في حياتك انت عارفه يعني ايه بتوصله للهدى لله سبحانه وتعالى، لانه اعمى وبتعديه طريق، يا اما هو عنده مشكله وانت بتحلها له، يا اما بتاخد بايده لطريق الهدايه وطريق الله سبحانه وتعالى. والله اعلم واعلم. نشوف بقيه رسائلنا. بيقول حكمه، نشوف حكمه الاول. ايوه يا حكمه. ايوه ايوه يا حكمه، خير رأيت ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه يا دكتور، انا شفت حلم يا دكتوره وعايزه اقول لك. طب بص يا حكمه، وطي التلفزيون وانا هسمعك. وطي يا حكمه. انا حلمت ان انا بلاقي، ايوه ايوه كده سامعاكي كويس. ها انا بحلم ان انا معايا فراخ صغيره في حجري وكانها وز اخضر. وز اخضر؟ كتاكيت صغيره في حجري وكانها وز اخضر. تمام. وبعدها بيوم واحد لقيت برضه نفس الحلم والفراخه كانها برضه كتاكيت صغيره، قالوا حد قاعد قدامي كده وبعد وبنقل له كده من حجري. تمام. وارجع تاني اشوف تعابين متحوطه بيا. تمام. فعايزه اشوف يا دكتوره ايه. طب انت عندك كام سنه يا حكمه؟ عندي 53. يا حاجه حكمه بقى، طيب انت جوزت ابنائك يا حاجه حكمه؟ يا حاجه حكمه؟ اه جوزت اربعه. وخلفوا لك ذريه كتير طبعا، عندك احفاد كتير. اه كل واحده مخلفه اتنين. لا الاحفاد الكتاكيت اللي في حجرك دول احفادك، انت بتحبيهم ومحوطه عليهم، انت بتحب احفادك قوي يا حاجه حكمه. نعم. الكتاكيت اللي في حجرك اللي انت بتلميها دول احفادك، ولاد ولادك. ايوه يا دكتور. تمام. دول اللي انت بتحطهم بحجرك انت بتحافظ عليهم وبتحاجي عليهم وبتحبيهم وبتعملي لهم الخير وعايزه تعملي لهم كل حاجه حلوه. طب في التعابين دي، التعابين اللي حواليكي دول الناس بيحقدوا عليكي بس ما اذوكيش، ما حدش ضرك ولا ما عملكوش مشكله، ما فيش عندك مشكله ولا عندك اذيه، هم ناس حواليكي كده جيرانك بيحسدوكي على اللي انت فيه، بيغيروا من اللي انت فيه ان جوزتي ومعاكي احفاد غيرك ممكن ما عملش كده. تمام. في بنت مكتوبه عندي فبتحلم الاحلام برضو مش كويسه يا دكتور. خير يا حاجه حكمه. براس وتعابين حواليها في الحلم كده كل الليل. طيب هي بتشتغل موظفه ولا هي مش موظفه؟ لا ده هي لسه مخلصه. لسه مخلصه، حواليها اعداء كتير بيغيروا منها يا حاجه حكمه. تمام؟ ناس اندال خبثاء اعداء ليها ما بيحبولهاش الخير وهي عارفاهم وانت عارفاهم. هي عارفاهم يا حاجه حكمه. هي عارفاهم. طيب. وبتاخد حذرها منهم، هي كمان محذره منهم. هي حلمت ان معاها ذهب كتير. طب هي حلمت ان معاها ذهب كتير والذهب اسمر. والذهب لونه احمر؟ اسمر. اسمر؟ غوايش خواتم سلاسل ايه؟ غوايش. غوايش بس؟ سلسلة وخواتم. سلسلة والخواتم؟ ديت اللي مش مخطوبة صح؟ لا انا مخطوب. يعني دي مش لسه ما اتجوزتش يعني المقصد. عندي اثنين. مين اللي حلمت بالسلسلة يا حاجة حكمة؟ اللي مخطوبة. اللي مخطوبة. اللي مخطوبة ده هيحصل زواج وخلف لها ان شاء الله. الله يبارك. تمام. لان السلسله ده الخلف والعهد اللي بينها وبين خاطبها هيحصل الزواج وفي خلف. في اولاد هتجيلها ان شاء الله بامر الله يا حاجه حكمه بعد زواجها. طب في مشاكل معايا مع حد يعني مننا يعني ويعني ربنا ينصرنا ولا ايه؟ لا بصي يا حاجه حكمه هقول لك انت حياتك فيها ايه؟ والله اعلم واعلم. انت في حالك تمام؟ كل اللي انت بتحطاه قدام عينك ولادك واولاد ولادك وان انت تحافظي عليهم وان انت تعلي من شانهم وكده، ده الهدف اللي انت عايشه عشانه. تمام يا حاجه حكمه؟ فهماني؟ تمام؟ طيب انت منك انت في حالك ناس حواليكي غيرانه منك،
ان انت حياتك الحمد لله كويسه وحياتك ماشيه وجوزتي وخلفت واولاد ولادك والامور ماشيه كويسه معاكي، ناس حواليك بيغيروا منك عايزين يعملوا لك مشاكل بس مش هيقدروا. بس ده هل ده فعلا اللي انت فيه حاجة حكمت؟ طيب ما فيش حد بقى، ربنا حميكي اصلا يا حاجة حكمت، ربنا يخليك، ربنا حميكي يا حاجة، ربنا يخليك. ايه تاني؟ ربنا يخليك يا دكتور. اللهم امين. تكرمي يا دكتور. ما شكرا، انا سعيدة والله باتصالك يا حاجة حكمت، ربنا يكتر من امثالك. سماح، سلام عليكم يا سماح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير رأيتي يا سماح. حضرتك انا حلمت حلم امبارح، انا متزوجه وعندي طفل صغير. تمام. بس حلمت ان انا بتخطب لواحد وبعدين احنا كنا خلاص يعني دخلنا في الفرح وكل حاجه، خلاص انا بجهز لكل حاجه في الفرح. بعدين جيت واهلي واقفين وهو واقف، قلت لهم ازاي انا هتخطب وانا اصلا مخطوبه لواحد، اللي انا مخطوبه له اللي انا بقول لهم عليه ده اللي هو جوزي اصلا. بقول لهم انا مخطوبه له، وبعدين الرسول قال ما يخطبش يعني حد على خطبه اخيه. لا يدخل على خطبه اخيه. جه اللي انا هتخطب له دوت، طلع زهق بقى وزعل وطلع يجري كده، وانا طلعت وراه اجيبه. بعدين خدت بحته ورابتنا كده وقعدت احكي معاه، فقال لي بعدين بقول له انتوا ازاي تيجوا تخطبوني وانا اصلا مخطوبه؟ مين اللي قال لكم عليا؟ بص لي كده وراح قايل لي اللي قال لنا عليكي، هو ما ذكر ليش اسمها، قال لي الست دي، وفي دماغه ان الست دي اللي هي حماتي، هي لقيت كده حماتك اللي قالت حماتي اللي قالت ان هي ان انا مش مخطوبه لهم يعني وكده. فانا مش عارفه يعني. طيب بص يا سماح، الموضوع مش مقلق ولا حاجه زي ما انت حاسه ان انا ان انت في نبرتك فيها قلق. انت يا سماح بتدوري على عمل او بتدوري على شغل، بتدوري على مشروع، في حاجه بتفكري فيها يا سماح؟ انا عايزه اشتغل كل حاجه. عايزه تشتغلي؟ تمام. طيب في شغلانه هتظهر قدامك، في عمل هيظهر قدامك، لكن انت هتستحرم العمل ده. هتقولي لا ممكن يكون فلوسه حرام، ممكن يكون في شبه حرمانيه. طب مين اللي ممكن يكون واقف جنبك؟ حماتك. ممكن العمل ده حماتك كويسه معاكي شكلها، تمام. الحمد لله. يعني كويسه معاكي مش وحشه. هي هتسالك على عمل وهتجيب لك وظيفه، هتدل الناس عليكي على ان انت عايزه، بحيث ان يزيد دخلك ودخل ابنها في البيت والحاله الاجتماعيه تبقى معاكم منتعشه شويه. لكن انت هتستحرمي العمل ده. هتستحرميه ليه بقى؟ انا مش عارفه، على انه بيدل في المنام انه خير، خير هيجي لك، ما فيش شبه حرمانيه، انت اللي مستحرمه ليه؟ الكلام ده هيجي لك في المستقبل مش دلوقتي. قدام قدام. وهو ولما تحس ان الحاجات دي حصلت تفتكر التفسير والتاويل اللي انا قلته لك. خلاص ماشي ان شاء الله يا سماح. ماشي شكرا حبيبي، شكرا على اتصالك. نكمل.